السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة اليوم من ملك وكتابة، الحلقة 798، بيغيب عننا فيها فقط النهاردة المهندس عادل القيعي لارتباطه بظروف خاصة، يرجع إن شاء الله حلقة الاثنين ينورنا ويشرفنا بإذن الله. لكن حلقة النهاردة 798 بتشهد أحداث كثيرة مهمة، أغلاها وأهمها إن ديت بداية السيل قطرة. النهاردة ومنذ لحظات قليلة الأهلي بطل دوري السلة، ما شاء الله فوز مهم جدا، فوز غالي للفرسان الحمر أبطال السلة، أبطال خماسية السنة اللي فاتت بدأوا الموسم بالفوز بدور المرتبط. منذ لحظات قليلة انتهت المباراة القوية والمثيرة الحقيقة، خليني يعني واحنا بنقول برافو أبطال الأهلي، برافو أوجست بوش، برافو إيهاب أمين، برافو كل نجوم السلة الأهلوية اللي عملوا مباراة كبيرة جدا، نقول أيضا للاتحاد السكندري هيرلك. المباراة انتهت 62-59 في أعلى درجات الإثارة والمتعة الحقيقة للسلة المصرية، حسمها كبار الأهلي 62-59 وأكدوا وعززوا الفوز اللي كان حققه الفريق المرتبط، لأنه ما شاء الله لاعيب الأهلي تحت 16 سنة كسبوا المباراتين على الاتحاد السكندري النهاردة 70-62، وكانت المباراة اللي فاتت 81-65، علشان يدخل كبار الأهلي مباراة اليوم في تحدي كبير جدا. انتوا عارفين ان الاتحاد كان كسب المباراة الأولى على مستوى الفريق الأول 88-76، وبالتالي فرض على كبار الأهلي حتمية الفوز. الولاد عملوها الصغيرين وكسبوا للمرة الثانية. إيهاب أمين وزمايله الأبطال كلهم الحقيقة ما تقدرش أبدا تستثني حد وما تقدرش تشوف أي حد أثر، لكن كانوا كلهم فعلا بروح الفانيلا الحمراء بالإصرار الشديد جدا على ضرورة المكسب، وحققوا بالفعل 62-59 وكانوا ليد أو متقدمين في معظم فترات هذه المباراة المثيرة والقوية جدا، واللي من خلالها الأهلي 64-59 خمس نقاط فارق الفوز. بقول لكم الحقيقة 64-59 خمس نقاط فارقة تأكد لكم درجة الندية الكبيرة اللي كانت في المباراة. خمس نقاط فقط حسمت هذه البطولة، لكن الأهلي كان ليد الحياة في معظم فترات المباراة. الأهلي احتفظ بلقب دوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي، والموسم أو للمرة الثامنة في تاريخه. وهنا عايز أقول لكم أنه بكورة خماسية السلة ناس كتيرة كانت تتمنى أنه الأهلي يقلش الدوري ده، لأنه كانوا بيعتبروا أنه فريق كرة السلة بالحصاد الكامل اللي عمله الموسم اللي فات، لما يبدأ الموسم ده الظروف اللي مر بها الفريق في البطولة العربية في الكويت، كان ناس عندها أمل أنه الفريق يبعد عن النتائج المحلية، خاصة أن أنت السنة دي أمور كتيرة اختلفت عن السنة اللي فاتت. دي جانب من فرحة الأهلي وجماهير الأهلي وأوجست بوش ولاعيبته بعد هذا التتويج حالا من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. أوجست بوش اللي اشتكى المباراة اللي فاتت من الجمهور، كانت في بعض الخروجات اللي كلفت الفريق تكنيكال فاولز كتير وخرج الراجل بسببها مطرود. النهاردة ما شاء الله جمهور الأهلي بيكون داعم بقوة جدا ورا فرقته وبياخد اللعيبة طوال المباراة لتفوق كاسح 64-59. بقول لكم انه ناس كتيرة كان عندها امل انه المرة دي الاهلي لما يبعد عن منصة التتويج في دور المرتبط يبقى عنده فرصة كمان انه بقية البطولات تبدأ المسألة تقل شوية بشوية، وناس كتيرة كان عندها امل تكسر شوكة أوجست بوش. لكن ما شاء الله الفريق قدر يكون عند روح التحدي وعند روح الفانيلا الحمراء، يلعب مباراتين النهارده ما قدامهوش حل الا ان هو يكسبهم. الاتحاد كان عنده فرصه انه لو خسر المرتبط في الناشئين يكسب الفريق الاول فياخد الدوري. الاهلي ما كانش عنده فرصه غير الماتشين، يكسب الماتشين يحتفظ باللقب. ودايما لما تلاقوا اي مباراه فيها الرهانات الصعبه، الحقيقه لعيبه الاهلي في كل البطولات بيبقوا دايما عند مستوى التحدي ومستوى الحدث. الرهان الصعب دايما تقدر تراهن بيه على الاهلي كل لعيبته في كل الالعاب غالبا، ما دام الظروف طبيعيه، ما دام في عداله في الملعب. التحكيم الناس اشتكت منه المباراه اللي فاتت،
لكن عايز اقول لكم انه الموسم اللي فات لما في معظم المباريات كان في تحكيم اجنبي كانت الامور الى حد كبير جدا كل فريق واخد حقه من العداله. ونشدنا وقلنا الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الاستاذ مجدي ابو فريخه عامل شغل كويس قوي على مستوى الدوري، على مستوى المسابقات المحليه، حتى على مستوى المنتخبات الوطنيه. وقلنا لهم يا جماعه انتوا ما تخلوش حد يبوظ لكم المساله علشان شويه حاجات في التحكيم، لانه التحكيم في كره السله مؤثر جدا ومساحه القرارات التقديريه للحكام كتيره. فبالتالي الاخطاء الكتيره والاخطاء التقديريه كتير لما بتكلف الفرق النتائج الكبيره. لكن النهارده زي ما قلت لكم عايز احيي الولاد الصغيرين كمان، يعني التحيه واجبه والتهنئه موصوله لاوجست بوش ولاعيبته، فريق المرتبط الحقيقه تحت 16 سنه لما يحقق هذا الفوز الكبير على الاتحاد في المباراتين النهارده 70-62 والمباراه اللي فاتت 81-65. وقيمه الدوري المرتبط يا جماعه اهميته ان انت بتراهن على المستقبل من خلاله، انت مش بس بتتفوق على مستوى الفريق الاول، لا انت مستوى الفريق الاول بيرتبط ارتباط مباشر مع نتائج الفريق الناشئين تحت 16 سنه. انت ممكن تكسب على مستوى الفريق الاول وما عندكش مستقبل كويس او ما عندكش ناشئين كويسين يضيع منك اللقب، لكن لما يكون الاساس ان انت في الناشئين اقوى كمان من الفريق الاول يبقى انت باصص للمستقبل بعين كويسه. كل التحية لأسرة كرة السلة وكل التهنئة لأسرة كرة السلة وللكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي الحقيقة استكمل الشغل الكبير اللي كان عامله الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي السابق. ودي فكرة الأجيال اللي بتسلم بعض وفكرة توالي الأجيال في كل الألعاب سواء على مستوى الإدارة الرياضية أو حتى على مستوى الفرق في كل البطولات. ألف مبروك لأبطال كرة السلة، الأهلي بطل دور المرتبط زي ما قلت لكم للموسم الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه، للمرة الثامنة في تاريخه. 64-59 على مستوى الفريق الكبير، ده جانب من الصالة المغطاة واحتفال لاعبي النادي الأهلي. لو حتى في صوت هنشككم في ما فيش صوت لكنه اديكم شايفين الاحتفاليه. هارد لك للاعيبه الاتحاد السكندري، الجمهور الاهلي صحيح انه اتحرم الاهلي من عدد من جماهيره اللي كانت حاضره المباراه اللي فاتت، لكن اعتقد انه اللي حضر النهارده كان عند مستوى الحدث. وهنحاول في خلال حلقه النهارده نتواصل مع اسره كره السله ومع كابتن خالد العوضي وننقل لكم تهاني الأهلي وأفراحه بتتويج الأهلي بأولى بطولات كرة السلة هذا الموسم، الأهلي بطلا لدوري المرتبط. ألف مبروك لأسرة كرة السلة وألف مبروك لجماهير الأهلي كلها في كل مكان. طيب النهاردة كمان خبرين مهمين والاتنين أهم من بعض، الاتنين أهم من بعض ومرتبطين برضو ارتباط شرطي. النادي الأهلي الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي تقدم اليوم ببلاغ جديد لمعالي المستشار النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأكاذيب غير حقيقية واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة من خلال فيديوهات قام ببثها على قناة الزمالك التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود. الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير، وطلب المستشار القانوني للنادي الأهلي في بلاغه لمعالي النائب العام بمحاسبة رئيس الزمالك عن تجاوزاته المتكررة دون حسيب أو رقيب، وطالب أيضا السيد وزير الداخلية بالقبض عليه لإعلاء دولة سيادة القانون وتعزيز منطق العدالة الدستورية وتنفيذ الحكم النهائي الواجب النفاذ الصادر ضده في القضية رقم 430 لسنة 2022 جنح اقتصادية لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، خاصة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم المشار إليه، لكن المتهم لا يزال هاربا ولم ينفذ العقوبة التي أصدرتها المحكمة
وفي ذات السياق تنظر المحكمة الاقتصادية يوم 30 نوفمبر الجاري محاكمة رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض أعضاء المجلس في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية. يذكر أن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022 و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس نادي الزمالك، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ، وما زال هاربا من تنفيذه. ده ما يخص بلاغ الأستاذ محمد عثمان المحامي للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه. طيب، مؤكد ان في تفاصيل كتيرة هنيجي ليها حلقة النهاردة اللي فيها اكتر من جزء مهم، تابعونا لانه في اجزاء كتيرة مهمة. لكن امبارح الاهلي عمل مؤتمر مهم جدا لتوقيع عقد رعاية الراعي الرئيسي للنادي الأهلي والراعي الرئيسي التكنولوجي للنادي الأهلي شركة اتصالات مصر. المؤكد أنه في تفاصيل عقد الرعاية وفي تفاصيل ما يشهده الأهلي من نهضة إنشائية كبيرة جدا وتجهيز الهرم الأهلاوي الرابع. الأهلي خلاص بيدشن الهرم الرابع في القاهرة الجديدة. لكل هذه التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير على مشاهدين حضرتك ومتابعين حضرتك الكرام. تحياتي وكل التهاني بالفوز النهاردة بأبطال كرة السلة بداية بكرة البطولات السنة دي وبالعقد الرائع بتاع امبارح يا دكتور. يعني خلينا نهني التهنئة تبقى لأعضاء النادي الأهلي وأعضاء جماهير مؤسسة النادي الأهلي وأعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي موجودة في كل مكان. ويمكن كان كابتن محمود النهاردة على الرغم من إن إحنا كان عندنا يعني جولة كبيرة جدا وجولة شاقة في التجمع، قعدنا فيها أكثر من 7 ساعات موجودين في التجمع، لكن الكابتن محمود كان حريص أيضا على إنه يتصل بفريق كرة السلة ويهنيهم على هذا الأداء الرائع والمبدع واللي أدخل السرور على جماهير النادي الأهلي، واللي الحمد لله ربنا وفقنا بأن الفرقة توجب في بطولة المرتبط. وفي الحقيقة ده طبعا بينضم لسلسلة الإنجازات الرياضية اللي يمكن كان بالأمس القريب آخرها هو الفوز ببطولة السوبر اللي كانت مقامة في الإمارات العربية المتحدة أيضا، وده كان واحد من أهم الكؤوس اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة واللي استعدنا بيها كتير من سعادة جماهيرنا الكبيرة اللي موجودة في كل مكان. تمام يا دكتور، إنجازات ورا بعض، لكن أعتقد كمان الإنجاز الاقتصادي امبارح له دلالة كبيرة وتوقيع هذا العقد. تفصيلاته ورؤية حضرتك كخبير تسويق قبل ما تكون مدير تنفيذي للنادي. يعني خلينا دايما إن النادي الأهلي هو قائد هذه القارة الكبيرة اللي طبعا احنا بننتمي ليها في النطاق الجغرافي بانتمائنا الأول لجمهورية مصر العربية، وبالتالي انت عشان النهارده اي نادي كبير بحجم النادي الاهلي على مستوى العالم لابد انه يكون عنده حاجتين مهمين جدا، الانجازات الرياضيه بيصاحبها انجازات ماليه واداء مالي قوي. الاداء المالي القوي ده بيرتكز في الاساس في كل انديه العالم الكبيره على جزء كبير منه من عوائد الرعايه الرياضيه. ويمكن العالم كله زي ما حضرتك عارف في النهارده بيروح يتجه ل 30% ممكن تصل في بعض الاحيان 35% من ايراداته بتيجي من عقود الرعاية، وبالتالي انت بتبحث عن شركاء عندهم ايضا قدرات مالية مماثلة للقدرات المالية بتاعت مؤسسة النادي الاهلي اللي النهاردة ميزانيتها لما تم اعلانها اعلنها النادي الاهلي ايضا من خلال برنامجه الموقر النهاردة بنعلن تاني وبنكرر ان هي ميزانية ضخمة جدا، هي الاكبر 3,87,000,000. هذه الايرادات لن تتحقق الا من خلال شركاء استراتيجيين عندهم الرغبة في استثمار القدرات اللي عند النادي الاهلي واستثمار قدرات العلامه التجاريه للنادي الاهلي. العلامه التجاريه للنادي الاهلي يمكن هي اكبر علامه تتمتع بالولاء، والكلمتين دولت مهمين جدا 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 في مبيعات الرعايه. عندما يكون لديك جمهور بحجم جماهيريه النادي الاهلي، وده بقى كلام ما يبقاش بالمشاعر والعواطف لان الرعايه لم تعد فعل خير لكنها استثمار
الاستثمار. ويمكن الكابتن محمود الخطيب امبارح في كلمته في وقائع المؤتمر قال النادي الاهلي بيقدم فرص استثماريه، لا يقدم علاقات يعني فيها فعل الخير زي ما كان بيحصل في الرعايه مع بدايه تاريخ الرعايه، اللي ايضا النادي الاهلي هو كان الاول فيها، هو اول نادي عربي وافريقي تم وضع اعلان ورعايه تيشيرته موسم 79 8 موسم 78 79، وده يمكن كان بادئ بمبلغ بسيط 300,000 جنيه. النهارده رعايه النادي الاهلي بتخش في انطلاقه جديده مع شريك، ايضا شريك هو واحد من اهم يعني القطاعات الاقتصاديه، قطاع الاتصالات وهو الاكبر على الاطلاق في حجم انفاق الاسره المصريه. وبالتالي لما بيخش في شراكه مع النادي الاهلي هي الشراكه دي محسوبه من الطرفين، ما هو العائد عن الاستثمار في دخول هذه الشراكه. لما يبقى عندك قاعده جماهيريه النادي الاهلي وفق تقارير الاتحاد الدولي لكره القدم للتاريخ والاحصاء بيقول ان النادي الاهلي يتمتع باكبر نادي في العالم، باكبر نادي له جماهير داخل موطنه، وبالتالي حجم الولاء اللي موجود ده زي ما احنا بنقول العلامه التجاريه اللي جايه من المؤسسه الاقتصاديه وهي اتصالات عايزه تركب هذا الولاء، هذا الولاء لانه بينتقل ايضا جزء منه للعلامه التجاريه. واعتقد ان جماهير النادي الاهلي بشغفها الكبير بنجومها ولاعبيها واخبار ناديها على مدار ال 24 ساعه، ده بيخلي الشركه ايضا عندها محتوى رقمي مش موجود في اي حته داخل القاره الافريقيه الا عند النادي الاهلي. يمكن احنا بنتكلم النهارده مش ملاحقين على المحتوى الرقمي بتاع النادي الاهلي، دلوقتي بنتكلم مع حضرتك في خلال يعني يمكن سواء يعني دقائق معدوده كان عندنا فوز ببطوله المرتبط، وهذا المحتوى محتوى رقمي سوف يتابعه جماهير النادي الاهلي على كل المنصات الاعلاميه وعلى راسها المنصات الاعلاميه المملوكه للنادي الاهلي. واللي احنا النهارده بنفخر ان احنا عندنا قناه النادي الاهلي هي القناه الرياضيه الاولى اللي تم انشائها، وبالتالي ايضا ظهور الراعي من خلال هذا المحتوى الرقمي هو معناه ان معدلات الوعي بالعلامه التجاريه بتاعته بتزيد، وبالتالي هيبقى عنده اكبر فرصه لظهور العلامه التجاريه. وده يمكن كان بيميز العلاقه المره دي مع شريكنا الجديد شركه اتصالات مصر. وفي الحقيقه يمكن شركه اتصالات مصر دخلت معانا مرحلتين تاريخيتين مهمين. المرحله الاولانيه اللي دخلت معانا فيها في عام 2011 دي كانت ايضا بدايه دخول الشركه للسوق، وكانت عندها من اهدافها الاستراتيجيه في الحقيقه ان هي تنشر الوعي بالعلامه التجاريه بتاعتها، لان نشر الوعي بيصحبه الاهتمام ثم الرغبه ثم عمليات الشراء للخدمات والخدمات المقدمه من الشركه. النهارده برضو في المرحله في العقد الجديد كان بحسن الطالع ان الاتصالات بتمر ايضا بعمليه تطوير استراتيجي لشكل العلامه التجاريه بتاعتها، وكان فيها جزء كبير متطابق مع العلامه التجاريه للنادي الاهلي. هذا التطابق كان اهم جزء فيه هو اللون الاحمر، واللون الاحمر يعني القوه، اللون الاحمر يعني الرياده، اللون الاحمر يعني القياده في السوق، وبالتالي في تطابق ما بين العلامه دي والعلامه دي، فبالتالي هذا التماثل ممكن يخلي الاسواق المشتركه ما بينهم ايضا تقدر كل واحد فيهم يحقق اهدافه الاستراتيجيه من هذه الاسواق. ده حاجات كلها يمكن شويه في مفهومها بيبقى صعب على البعض شويه، لكن ده يوضح لك برضو قيمه العلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي هي الاعلى والافخم، محدش هيقدر يوصل لها لانك انت عندك مميزات وفرص تسويقيه مهمه جدا. لو احنا جينا على مدار تاريخ النادي الاهلي يمكن احنا برضو بنعمل حاجه يمكن ما بتحصلش غير في النادي الاهلي فقط، وما بتحصلش غير مع الانديه الكبيره اللي موجوده في العالم زي بايرن زي مان يونايتد زي مان سيتي زي ريال مدريد زي برشلونه، انك انت بتعمل عمليه قياس للرعايه. يمكن احنا النادي الوحيد اللي عنده ارقام دقيقه بتقول معدلات ظهور الرعاه قد ايه. احنا عندنا معدلات ظهور الرعاه في المباريات اللي بتبقى مع فرق منافسه لينا كبيره دي بتوصل 11.6 يعني 11 دقيقه و6 من 10، فاعتقد ان ده النهارده بيقترب من معدلات الظهور اللي بتحصل في كبريات البطولات الكبرى، فده طبعا كل ده محسوب بالورقه والقلم. الداتا دي ما تلاقيهاش غير عند النادي الاهلي. النهارده لما النهارده تعلن وسائل التواصل الاجتماعي ان النادي الاهلي هو واحد من اهم 5 انديه عندهم تواصل على منصات التواصل الاجتماعي، ده اعتقد ان ده بينعكس على معدلات الظهور، بينعكس على شكل العلامه التجاريه اللي موجوده عند حضرتك. دي كلها ارقام. النقطه اللي فاتت يا دكتور، لان ده قياس جديد واعتقد رقم مش كتير يعرفه، انه حضرتك عايز تقول انه في المباراه الواحده اي راعي من رعاه النادي الاهلي اللي اسمه موجود على فانيله الاهلي او على الشورت
مده ظهوره او فرصه ظهوره اعلانيا في المباراه 11 دقيقه و6 من 10 و6 من 10، فده حضرتك ده طبعا بيبقى رقم كبير طبعا عايزين نحسبه. وده برضو يعني اذا انت حضرتك سمحت لي، احنا بنقدر نحسبه كمان، ده ان ده بيبقى مرتبط بعمليات. البعض يقول لك ما هو احنا بنسيع 90 دقيقه والاهلي بيسيع 90 دقيقه، بس خلي بال حضرتك الكاميرا بتروح ورا الاستحواذ على الكوره، فطبعا انت نتيجه لانك انت دايما بتفوز بالبطولات، فمعدلات الاستحواذ بتاعتك بتبقى عاليه جدا، فمعدلات الظهور بالراعي بالضروره بتبقى عاليه. صحيح، هي عمليه حسابيه احنا بنعرف نحسبها، ده كله بينعكس على قيمه العلامه التجاريه، معدلات الاستحواذ ومعدلات الاحتفال حتى بالاهداف يعني الاحتفال. وبعدين كمان احنا دلوقتي يمكن احنا ذكرنا امبارح في المؤتمر، قلنا ان النادي الاهلي هو اللي بيقود اي عمليه تطور في السوق بتاع الرعايه تحديدا. احنا كنا زمان كده من 5 6 سنين كنا بنشتغل على مده المباراه 90 دقيقه وبصاحبها استوديو تحليلي. النهارده المباراه عندنا بتمتد لل 24 ساعه، الصبح عندك تمرين ايضا موجود له محتوى رقمي، بعد التمرين عندك جلسات حواريه مع اللعيبه، بعد كده عندك الاخبار اللي بيتناول اللعيبه، كل ده انت عندك على مدار ال 24 ساعه محتوى رقمي، وعندك جمهور ضخم جدا عمال يتابع المحتوى الرقمي. فبدا يظهر حاجه ثانيه على كمان على قناه اليوتيوب بتاعت النادي، على قناه اليوتيوب بتاعت قناه النادي الاهلي، على قناه اليوتيوب بتاعت القنوات الرياضيه المتخصصه، بيحصل حاجه اسمها الريال تايم بيدنج اللي هو الاعلان في الوقت الحقيقي، وده الجديد في الرعايه، وده الجديد في تكنيك الرعايه، ان الرعاه بس مش عايزين كمان رعاتهم يظهروا بس على التيشيرت، ده عايزين مجرد ما الجمهور وهو بيتابع فيديوهات اليوتيوب دي بيظهر صوره الراعي تاني، فبالتالي على مدار ال 24 ساعه انت عندك ظهور. دي قصه كبيره جدا اللي لو الناس عايزانا نستفيد فيها، فمن هنا الاهلي مختلف، والاهلي ما حدش هيقدر يحصله في هذا السوق بالذات تحديدا، لان كل يوم عنده جديد وعنده اضافات فيه. الحاجه الثانيه بقى يمكن احنا السنه دي كمان عملنا حاجه جديده في الرعايه برضو، يعني برضو ده الناس احنا الاهلي دايما هو حظه كده ان هو بيقدم النموذج الجديد عشان يخدم صناعه، مش بيخدم بس النادي الاهلي، ده بيخدم صناعه الرياضه المصريه، ان هو بيقدم لها النماذج، والناس الحمد لله ثقتها في النادي الاهلي بتاخذ هذه النماذج وتنفذها. المره دي احنا حطينا مسميين مع بعض، عملنا الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي، لان احنا عارفين النهارده ان التكنولوجيا هي اللي بتقدر تخلي لغه التواصل ما بين جماهير والنادي، والنادي ايضا هي اللي هتبقى الفيصل، وبالتالي الشركه بامكاناتها التكنولوجيه الكبيره المبدعه ان شاء الله هتمكن من جماهير النادي الاهلي من ان تكون هناك استمتاع اكثر بالمعلومات، استمتاع اكثر بالمحتوى، استمتاع اكثر بالتواصل مع نجومها المفضلين، ده كله هيبقى ايضا التكنولوجيا هتلعب دور فيه، لان احنا مؤمنين ان التكنولوجي هو اللي هيدخلك الى عالم المستقبل النهارده، لان على مدار ال 24 ساعه جمهور النادي الاهلي عنده شغف بالمعلومه، عنده شغف بالخبر، عنده شغف بالصوره، عنده شغف بالفيديوهات اللي موجوده، فده كله من خلال منصات اعلاميه يجب ان هي تتم تطويرها بشكل مستمر تكنولوجيا، فده هيبقى ايضا الشريك بتاعنا ان شاء الله هيبقى احد المطورين التكنولوجيين لكل المنصات الرقميه للنادي الاهلي. دي برضو حاجه جديده احنا بنشتغل عليها، والمره دي بقى الاجدد خالص ان احنا بقى في علاقه مباشره بيننا وبين الراعي. يمكن حضرتك يا استاذ ابراهيم تتذكر زمان او لحد العقد اللي فات احنا كنا بنبيع الحقوق كلها للوكاله، وما كانش في علاقه مباشره ما بين النادي والراعي، لا المره دي بقى الصوره بقت منعكسه، الراعي بقى فيه علاقه مباشره، يمكن التوقيع كان بالامس مع النادي الاهلي بشكل مباشر ومع الراعي بشكل مباشر. ايضا يعني كان عندنا شراكه استراتيجيه، واسمح لي ان انا من خلال برنامج حضرتك اتوجه بالشكر الجزيل للشركه المتحده للتسويق الرياضي والخدمات الاعلانيه، طبعا ده المسوق الحصري بالنسبه لنا دلوقتي، وده تكنيك احنا بنتبعه ده الكبرى، وده التكنيك ده ما تقدرش تعمله الا ما يكون عندك علامه تجاريه قويه قادره على ان هي تقدر تقف على رجليها لوحدها وتقدر تبيع نفسها من غير اي دعم من وكالات تسويقيه مصاحبه. فاحنا عملنا كده المره دي ان احنا بنبيع احنا مع الوكيل الرسمي بتاعنا اللي هو المسوق الحصري، فاحنا بنشكرهم كتير كتير على المجهود في الحقيقه والخبرات الكبيره اللي هم قدموها لنا في الفتره اللي فاتت للتواصل مع كبار العملاء الموجودين في السوق وعلى راسهم طبعا شركه اتصالات.
ده طبعا برضو حاجة احنا بنعملها، ونادي الاهلي دايما هو اللي بيقود اي عملية تغيير بتحصل في صناعة الرياضة، صحيح والحمد لله احنا اللي قودنا التغيير ده، واول نادي يعلن عن هذه العلاقة بهذا الشكل بعلاقة مباشرة مع الراعي الحمد لله. يمكن البعض طبعا هيبقى شغوف جدا ان هو يعرف بعته بكام، بعته بكام. بنطمن جمهورنا ان احنا بعنا بالزيادات ما حققناش على طوال تاريخنا اللي فات، وانا يمكن في المؤتمر امبارح سردت كده بشكل سريع جدا تطور القيم بتاعت الرعايه من 300 الف جنيه بدات في 78 79 وبعدين راحت ل7 وبعدين راحت ل24 وبعدين 76 وبعدين 146 وبعدين راحت ل231 وبعدين 510. كل الناس تقعد بقى تحسبها، شوف كل الزيادات دي فيها زيادات في بعض السنين وصلت 140% ووصلت 150%، احنا المره دي بعنا بنسب زياده اعلى من كل الارقام التاريخيه الحمد لله اللي حدثت في تاريخ النادي. الجديد ان انا بضيف شريك تكنولوجي وبضيف مسوق حصري هو الوسيط في ال بقى الراعي الرئيسي النهارده، الراعي الرئيسي بقى الشريك الرسمي، بقى الراعي الرسمي وشريك والشريك تكنولوجي. التكنولوجي. طيب فده النهارده احنا برضه بنغير في مسميات الرعايه الحمد لله، ودي بتعكس قد ايه انك انت حضرتك قادر كنادي اهلي تقدر تدي مزايا وفوائد للرعاه لا يستطيع الاخرون تقدمها، وبالتالي الشركات الراعيه بتبقى حريصه على ان هي تفوز برعايه النادي الاهلي وتقدم فيها الارقام الماليه التي تناسب قيمه الفوائد اللي هي تحصل عليها، وده بينعكس كتير على الاهداف التسويقيه بتاعتها والاهداف الاستراتيجيه بتاعتها. ده كلام مهم جدا يا دكتور. هل احنا خلاص اتصالات مصر الراعي الرئيسي، الباقي ايه؟ كم راعي اخر؟ الحمد لله احنا انهينا بالفعل الست رعاة على التيشيرت موجودين الحمد لله، تمام، انهيناهم، ويوم ان شاء الله 30 اللي هو بعد الجمعيه العموميه اللي هيبقى يوم الاربع ان شاء الله هيبقى عندنا مؤتمر صحفي لتقديم البنك الرسمي للنادي الاهلي الجديد، وهو بنك ابو ظبي الاول ان شاء الله، وده هيتم اعلان عنه في مؤتمر صحفي ايضا في مقر النادي الاهلي بالجزيره ان شاء الله يوم 30 مؤتمر ابو ظبي ان شاء الله. بقيه الرعاه مع راعي فقط، ما هو الشريك تكنولوجي، يعني الشراكه التكنولوجيه قاصره على الرئيس، قاصره على الشريك الرئيسي، الراعي الرئيسي، تمام. واحنا بنحتفي بهذه النقله الكبيره في عالم التسويق يا دكتور، بنتاهب لافتتاح هرم رابع جديد للاهلي في القاهره الجديده، ماذا يضيف ده للقيمه السوقيه للنادي الاهلي؟ اول حاجه انك انت اولا انت عندك كل ما كانت عندك يعني اصول ثابته كبيره جدا، ده طبعا بينعكس على حجم القدرات الماليه اللي عند حضرتك، وكل ما كان الاداء المالي، وده برضو مهم الناس تبقى عارفاه ان الاداء المالي قوته ايضا بتنعكس على التعاقدات التسويقيه بتاعتك اللي موجوده في السوق، لان كل ما كان عندك استقرار مالي كل ما كان عندك قدره على الوفاء بالتزاماتك الماليه تجاه الغير، تجاه الغير ده كتير قوي بالنسبه للنادي الاهلي، تجاه اللاعبين، عقود اللاعبين الضخمه اللي النهارده بقت بتوصل لارقام ماليه كبيره، فبالتالي انت بتبقى عندك افضل المواهب الرياضيه لانها عندها طمأنينة في ان هي مستحقاتها الماليه سوف يتم سدادها في التوقيتات المحدده وفقا للعقود، وبالتالي بيبقى عندك افضل المواهب، معناها انك عندك افضل استدامه في الانجاز الرياضي. استدامه في الانجاز الرياضي يعني ايه؟ يعني عندك استمراريه في تحقيق البطولات الرياضيه بشكل مستمر، لما تيجي تعمل احتماليه زي النهارده احنا بنلعب في كاس العالم النهارده، بمناسبه كاس العالم بنهني ايضا دوله قطر، ويمكن كان في رساله كريمه من الكابتن محمود رئيس الاتحاد القطري لتهنئته بالتنظيم الراقي والافتتاح الراقي، لان كان في دعوه كريمه ايضا من رئيس الاتحاد للكابتن محمود، لكن نتيجه للظروف الصحيه الكابتن محمود يعني ما قدرش يسافر في مباراه الافتتاح، لكن ان شاء الله في احتماليه كبيره انه يكون موجود في المباراه النهائيه. النهارده لما نيجي نبص على الترشيحات لازم هتيجي البرازيل في الترشيحات في المقدمه طبعا. حتى على الرغم من فرحتنا بفوز الشقيقه العزيزه المملكه العربيه السعوديه في المباراة أمام منتخب الأرجنتين، ستظل الأرجنتين أيضا واحدة من المرشحين طبعا. فبالتالي النادي الأهلي احتمالياته وصوله للمباراة النهائية هي بيبقى من الاحتمالات رقم واحد، والدليل على كده الأرقام، أنت آخر 6 بطولات أفريقية أنت لعب 5 نهائي، صحيح صحيح، واخد بال حضرتك؟ فده النهاردة كل التحليلات دي بتنعكس نتيجة لأداء مالي قوي جدا جدا، فبالتالي الاستقرار المالي اللي موجود في النادي الاهلي هو واحد من
المقومات الرئيسيه للدخول في شراكات استراتيجيه طويله المدى، لكن لان عقد الرعايه وعقد البث 4 سنوات. وعلى فكره بالمناسبه برضو انا يمكن ساعات الناس بتهتم جدا بالرعايه وبتهتم جدا بالبث لانهم الاعلى قيمه، لكن انت النهارده عشان تبقى حضرتك عارف وجمهورنا الكريم وجمهورنا العظيم عارف واعضاء جمعيتنا العموميه الموقرين اللي احنا بنفتخر بيهم ايضا، هم النهارده عندنا 22 عقد تجاري. طب هم فين 22 عقد تجاري؟ احنا عندنا عقد المورد الرسمي للملابس الرياضيه، وده النهارده القيمه السنويه بتاعته بتوصل ل 40 مليون جنيه بتاخدهم غير الملابس اللي بيتم توريدها. ده برضو واحد من العقود. عندنا 4 عقود في المجموعه الاقتصاديه، عندنا عقد حقوق تسميه، عندنا عقد حقوق الاستغلال الاعلاني لاسوار النادي الاهلي، عندنا عقد النهارده فرع الاهلي بالاقصر، دي كلها عقود تجاريه موجوده بتعتمد على العلامه التجاريه للنادي الاهلي في الحقيقه. طيب دكتور، الجديد لاهل التجمع في ميعاد محدد للافتتاح؟ ان شاء الله باذن الله النهارده الصوره بقت عندنا بشكل واضح جدا. يمكن احنا النهارده الكابتن محمود الخطيب وكان معاه اعضاء مجلس ادارتنا الموقرين وكان معانا الهيئه الهندسيه اللي احنا طبعا اللي بتنتمي لقواتنا المسلحه اللي احنا بنفتخر ايضا بيها، وده بيعكس حجم التعاون اللي بين النادي الاهلي والمؤسسات الوطنيه المصريه في الحقيقه في تنفيذ كل مشروعاته الاستثماريه واستثمار هذه الخبرات الكبيره والدقه المتناهيه من قبلها في تنفيذ مشروعاتنا الضخمه، وكان منها مشروع الاهلي بالقاهره الجديده. النهارده كان في زياره استمرت اكثر من 6 ساعات. في الحقيقه قعدنا هناك وراجعنا بكل الملفات بكل التوقيتات الزمنيه بتاعتها، وفي النهايه في نهايه اليوم في الحقيقه اللي يمكن الزياره انتهت من يعني اكثر من اقل من ساعتين كنا موجودين. الحمد لله قرر المجلس الحمد لله اللي كانوا موجودين من الجمع الحضور ان شاء الله يوم 3/12 بعد انتهاء الجمعيه العموميه، لان حضرتك عارف عندنا ان احنا يبقى عندنا الجمعيه العموميه يوم 28/9/20 وعندنا مؤتمر يوم 30، يوم 3/12 هيتم تسكين جميع الجهاز الاداري لفرع التجمع بالكامل. 3/12 تسكين كل الجهاز الاداري في التجمع. كل الجهاز الاداري بالكامل، ده هيتجاوز العدد ده تقريبا هيقترب من 800 موظف وزميل هيبقوا موجودين خلاص، هيتنقلوا ان شاء الله يوم 3/12. اداره الاشتراكات، اداره الحسابات، اداره المشتريات، اداره شؤون اداره الموارد البشريه، طبيه ملاعب التنس، اداره الامن، اداره الخدمات، كل ده الحمد لله انا بكلمك كده اهو بالادارات كلها بالكامل. ويبدا الفرع استقبال الاعضاء الجدد. هيبدا من يوم 16/12. شوف احنا بنتكلم بقى عشان برضو الناس تبقى الجمهور معانا واعضائنا الموقرين متابعين معانا ان احنا بنشتغل ازاي. اشتغل بمنهجيه علميه محدده في الحقيقه وواضحه. هيبدا عمليه تجريب كل التطبيقات التكنولوجيه اللي مستخدمه في الفرع، لان عارف حضرتك ان في ربط مع الفرع المقر الرئيسي المركزي على سبيل المثال في الاشتراكات العضويه، مع اداره الحسابات، مع اداره المشتريات، مع كل الادارات دي. هيتم تشغيل كل النظم الالكترونيه اللي بتعمل الربط ما بين القاهره الجديده والمقرات المقر الرئيسي ومختلف مقرات النادي الاخرى ان شاء الله. يوم 16/12 ان شاء الله هنبدا عمليه التجريب، وعمليه التجريب دي احنا ان شاء الله هنبدا نستقبل الاعضاء اللي عندهم رغبه في الوقوف على الصوره المشرفه اللي فيها التجمع في الحقيقه، وده هنستقبل من يوم 16/12 ان شاء الله لتجربه سواء كانت الوحدات الرئيسيه من ملاعب وايضا من غرف خلع ملابس ولا اخره للاعضاء للوقوف على في الحقيقه الشكل العام لمقر القاهره الجديده. ثم في خلال من شهرين لشهرين ونص هيبقى في حفل كبير ان شاء الله للافتتاح الكامل لفرع التجمع ان شاء الله باذن الله، بعد ما تكون الشركه المنفذه انهت كل الترتيبات الخاصه بعمليه التشغيل الكامل لفرع التجمع باذن الله. طيب احنا كمان هنعمل حاجه من يوم 16، هنبدا نستقبل كمان الافراد اللي عندهم الرغبه للانضمام لعائله الاهلي، وان هم يشوفوا بقى بعينيهم الرؤيه الحقيقيه للتحفه الفنيه في الحقيقه اللي احنا يمكن كنا بنصورها في الفتره اللي فاتت، ويبقى في زياره ميدانيه عشان من له الرغبه في الاشتراك يبقى شاف الموضوع على ارض الواقع حقيقه واقعه، وله الفخر بان ينضم لعائله الاهلي الكبيره ان شاء الله في
في كل المقرات الرئيسيه بتاعت النادي الاهلي. ده شيء رائع جدا يا دكتور. اخيرا وانت قيمه علميه مدققه وانا عارف ده. الاهلي في تعظيم القيمه السوقيه بتاعته، احنا بنتكلم في 144 بطوله في كره القدم متنوعه، يعني ثابت ومسجل الاهلي ثاني الاكثر تتويجا بعد ريال مدريد على مستوى البطولات القاريه والدوليه. على مستوى بطولات كرة القدم المتنوعة احنا عندنا 144 بطولة، وتقريبا الاهلي الاكثر حصادا في الرقم ده على مستوى العالم. هل ممكن يبقى فيه اهتمام ان احنا نخاطب ادارة زي ادارة موسوعة الارقام القياسية العالمية والاتحاد الدولي لتوثيق هذا الرقم واعتماده رسميا؟ يعني خليني اشارك حضرتك كمان ان احنا بالفعل يعني الاتجاه ده ايضا تم مخاطبة النادي الاهلي بيه، مش بس في كرة القدم، أيضا في كرة الطائرة حضرتك لو عندنا الرقم عندنا الرقم القياسي الأعلى في تاريخ هذه الرياضة. وفي الحقيقة في بعض الجهات اللي بدأت تتواصل مع النادي الأهلي لتوثيق هذه الأرقام في الموسوعات الرقمية العالمية، لأن ده هيبقى باسم النادي الأهلي إن شاء الله. وكمان أنت حضرتك لمست حاجة مهمة جدا، النادي الأهلي يمكن هو أكثر الأندية حماية للملكية الفكرية بتاعته داخل القارة الأفريقية، وده على فكرة برضو بيؤدي لحاجة احنا بنبقى عاملينها في الشغل بتاعنا اللي هو ممارسات الكمين التسويق اللي بتحصل على انتهاك العلامة التجارية. فالأهلي عنده أكبر قدر من الحماية لحماية شركائه الاستراتيجيين والتجاريين، وبالتالي هم بيخشوا معاه في الشراكات دي وهم مطمئنين لأنه هياخدوا الحقوق اللي النادي الأهلي بيتعاقد عليها، اللي ممكن في بعض الاحيان من بعض الاطراف الاخرى ما بيقدروش ياخدوا الحقوق اللي تم التعاقد عليها. موفق دايما يا دكتور، والف الف مبروك لكل جماهير الاهلي الانجازات الكبيره ديت. الاهلي ومبروك لجماهير الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتقد كلام يعني يفخر به ويسعد كل اهلاوي. مش بس أعضاء النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي دايما أنا بقول دول أعضاء الجمعية العمومية، لكن أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي هم عشاق وجماهير الأهلي في كل مكان، اللي بنقول لهم ألف ألف مبروك فوز الأهلي ببطولة الدوري المرتبط لكرة السلة. كابتن محمود الخطيب حرص على أن يوجه تهنئته للعيبة والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق على هذا الإنجاز الهائل جدا في التتويج ببطولة دوري مرتبط كرة السلة على مستوى الفريق الأول وأيضا مستوى تحت 16 سنة بالتفوق الكبير على نادي الاتحاد السكندري الشقيق والمحترم الحقيقة اللي عمل بطولة قوية جدا. النادي الأهلي النهاردة فاز 64-59 والمرتبط فاز 70-62 علشان يتوج الأهلي ببطولة الدوري المرتبط لكرة السلة. ألف مبروك لأبطال كرة السلة، وديكوا شايفين احتفالهم بهذا الفوز المهم جدا على الاتحاد السكندري وإحراز دور المرتبط. وزي ما قلت لكم دور المرتبط قيمته يا جماعة أن أنت بتكسب الحاضر وبتراهن على المستقبل، لأن الفوز كمان بتفوق كبير على مستوى الناشئين ده رهان حقيقي على المستقبل. الأداء النهاردة كان في مستوى روح الفانيلا الحمراء، كل لعيبة الأهلي كانوا عند مستوى المسؤولية، بنبارك لهم جميعا واستحقوا الاحتفال الكبير. ومعانا على الهاتف واحد من الابطال الكابتن سيف سمير. كابتن سيف الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف الف مبروك، راهنا عليكم والحقيقه كنتوا عند مستوى المسؤوليه. الحمد لله، والله يعني ظروف صعبه بس الحمد لله لعيبه رجاله وكلنا الحمد لله كنا قد المسؤوليه دي الحمد لله. قول لي يا كابتن سيف، احنا خسرنا المباراه اللي فاتت فدخلنا النهارده ما فيش حل الا ان انت تكسب الماتشين. الحقيقه اعدادكم للمباراه كانت ازاي؟ لا والله هو اللعيبه كلها اتفقنا ان الماتش ده حياه وموت. احنا دي تقريبا احنا خدنا 5 بطولات السنه اللي فاتت وخسرنا بطوله عربيه السنه دي. دي تقريبا دي اصعب بطوله مرت علينا في ال6 بطولات اللي فاتوا دي. ظروفها صعبه جدا، اصابات كتير جدا، مش جاهزين قوي. بس الحمد لله يعني اللعيبه كلها رجاله كانت بتموت زي ما انت شايف كده النهارده، اللعيبه كلها بتموت نفسها في الملعب، يعني حتى ممكن تكون الباسكت مش ماشي بس بنموت نفسنا في الديفنس، بتموت نفسنا في الملعب، اي كره وقع على الارض كله بيموت عليها. فربنا كرمنا عشان كده روح الفانيلا الحمراء طبعا دي هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي يعني. صحيح، انا شايف مستر اوجست يعني فرحان جدا، كان مضغوط قوي قبل الماتش واضح.
طبعا ما كلنا كنا مضغوطين جدا كلنا، وكابتن جوزي طبعا مضغوط، لان دي بطوله زي ما قلت لك صعبه جدا ومهمه جدا، تقريبا يعني من اهم البطولات اللي هتدينا دفعه للسيزون كله. فطبعا مضغوط واحنا مضغوطين، بس الحمد لله ربنا كرمنا عشان احنا اجتهدنا وتعبنا وكنا عايزين نكسب. طيب كابتن سيف، يعني بعد البطولة العربية الناس خافت ليكون المنحنى نازل، انت بتقول لي لا كانت المسألة كلها عشان الإصابات والضغط والتواصل اللي فات، البطولة دي تفرق معانا في بقية الموسم؟ طبعا تفرق جدا، دي زي ما قلت لحضرتك يمكن في اصابات وفي حاجات، بس البطوله دي احنا خسرنا بطوله عربيه، ف يعني الدفعه بتاعه السيزون كله كانت في البطوله دي، يعني دي كانت اهم بطوله واحنا كنا متفقين على كده، البطوله دي يعني حياه او موت، ما ينفعش نخسرها. ف يعني زي ما انت شفت يعني ده اهم بطوله بالنسبه لنا، بس الحمد لله ان الحمد شاء الله لله اللي جاي كله بتاعنا باذن الله. الحمد لله. الجمهور المباراة اللي فاتت كان في بعض الملاحظات وتكنيكال فاولز، النهارده ايه اخباره؟ لا الجمهور، لا حضرتك بتتكلم على ماتش الزمالك، انما لا الماتشين الاتحاد الاتحاد لا ما فيش خالص اي حاجه، ما فيش اي تكنيكال فاول، ما فيش اي خروج عن النص، ما فيش اي حاجه، الجمهور بتاعنا محترم جدا وهو اللي كسبنا، يعني يمكن هو اللي كسبنا في الاخر، كان انا سامع صوتهم وحاسس بيهم واللعيبه كلها كانت حاسه بيهم، حتى يعني هو ده اللي ادانا الدفعه. والولاد الصغيرين ما شاء الله هم رخرين، يعني نتائجهم هايله بصراحه. طبعا الولاد الصغيرين هم يعتبر اللي كسبونا البطوله اللي دي بيفتحوا لكم بتاعتهم، الباب، يعني هم اللي بيفتحوا بالظبط الباب. كده بالظبط كده، هو ده البطوله دي بتاعتهم يعني. صحيح. ألف ألف مبروك يا سيف، الله يبارك في وبداية حضرتك. البطولات، ومستنيين بقى نكمل الخماسية زي السنة اللي فاتت إن إن شاء شاء الله. الله بإذن الله، إن شاء ألف الله ألف بإذن الله. ألف مبروك، ألف مبروك. يعني شايفين يا جماعة برضو دي روح الأهلي ودي روح الفانيلا الحمراء، زي ما الكابتن سيف سمير بيقول، إنك أنت في الأول وفي الآخر بتراهن على مباراة واحدة. الاتحاد كسب مباراة الفريق الأول المباراة اللي فاتت، الأهلي كسب المرتبط، النهارده كسب المرتبط، لكن مفيش حل علشان يحتفظ باللقب إنه يكسب يكسب المباراة. زي ما سيف قال بعد البطولة العربية الكيرف بدأ ينزل، الناس بدأت تقلق، والناس لما بتقلق محدش بياخد باله للأسباب الموضوعية، إن أنت في الآخر فريق لعب بتواصل بشكل مضغوط جدا للموسمين، عنده عدد كبير من المباريات، عنده عدد كبير من البطولات، تقريبا بيلعب كل البطولات بهدف واحد بس، ان هو يحقق المكسب. عمل ده السنه اللي فاتت، واحنا كنا دايما بنشتكي انه فريق كره السله لا، محتاجين روح الفريق الاول، روح كره القدم، روح الفانيلا الحمراء، روح الطايره. الشعور ده الكبير لما يتولد عند لعيبه كره السله من صغرهم، زي ما سيف بيقول الولاد الصغيرين هم اللي بيفتحوا الباب، لان انت لما بتلاقي فريق صغير في كل المباريات ما شاء الله عامل هيفي سكور بشكل كويس قوي، بيخلي الفريق الكبير هو الاخر مع اوجستي بوش، خلاص انت بتاخد كل البطولات اللي بتشارك فيها، الهدف الوحيد اللي عندك ان انت تكسب البطوله. في اصابات، في اجهاد، في ضغط مباريات، في ضغوط كتيره حوالين الفريق، في مشاكل تحكيم احيانا بتحصل، لكن في كل الاحوال اعتقد يعني ما فيش دولاب عمل بيتكامل وينجز ده الا اذا كانت وراه اداره رياضيه قويه جدا. الحقيقه كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي من اول ما جه قلت لكم استكمل كل شغل الكابتن رؤوف عبد القادر، ودي روح الاهلي ودي الاجيال اللي بتسلم بعض. كابتن خالد الف الف معانا على التليفون والتليفون قطع. طيب عموما خالد العوضي عمل، مين اللي معانا؟ مين؟ طيب من نجوم الفريق النهارده كان مروان سرحان، صفقه الاهلي المهمه جدا، واحد من اللي صنعوا هذا الفوز الكبير. كابتن مروان الف الف مبروك. الله يبارك فيك استاذ ابراهيم، الله يبارك فيك. الف الف مبروك، الحقيقه يعني متعتونا واسعدتوا الجماهير وكانت بطوله مهمه. طبعا دي اول بطوله في البطوله المحليه في السيزون السنه دي، و احنا حالة ماشي الحظ ان احنا نكسب بطولة عربية، فدي كانت أول بطولة محلية، فاحنا كان لازم نتوج بيها، وأقل حاجة يعني الجمهور الأهلي والناس اللي ساندتنا وجت وقفت معانا واضطرينا في الماتش، طبعا فدي أقل حاجة للجمهور النادي الأهلي طبعا. الحمد لله. قول لي يا مروان أصعب لحظات الماتش كانت إمتى؟
هو النهارده الماتش طبعا كان صعب، وكان في ضغوطات كتير علينا، وناس بتلعب وهي مصابه وناس وهي مجهده، وده شيء طبيعي يعني. بس النهارده الماتش احنا كنا لازم نكسب، مفيش يعني فصال بعد الماتش اللي فات. فالنهارده دي كانت اخر فرصه بالنسبه لنا بعد كمان المكسب بتاع فرقه الناشئين. فاحنا بدأنا الماتش 17 اوران، فدي كانت حاجه. طلعنا على فرقه الاتحاد طبعا، فرقه محترمه، طلعنا عليهم 17 4، فده اعطانا اريحيه شويه في اول شوطين. هم رجعوا تاني في السكور، فاحنا طبعا يعني احنا فرقه متكامله يعني، فاحنا سكتنا في بعض وفي الجهاز الفني كله، فطلعنا مع بعض لغايه اخر لحظه في الماتش يعني. احنا واثقين ان احنا هنكسب الحمد لله يعني. الحمد لله الجمهور فارق معانا كتير. طبعا طبعا، احنا الرياضه عامه من غير جمهور ما لهاش طعم يعني. ف هم بيدونا الحماس والروح في الملعب، فدي حاجه طبعا مهمه يعني، واحنا سعداء ان هم موجودين ورانا، واتحاد الباسكت رجع تاني يرجع الجمهور في الملاعب، فدي حاجه كويسه جدا طبعا. والالتزام مساله مهمه جدا، لانه كمان الجمهور على قد ما بيبقى له تاثير في الصاله، على قد ما بيبقى له احيانا اخطاء اللي ممكن بتكلف الفريق خاصه في الباسكت. بس دي كان في ماتش الزمالك النهائي مع ماتش الزمالك، رغم انه كان يعني تحصيل حاصل. بالظبط، بس الناس اتعلمت، اعتقد الناس اتعلمت وعرفت يعني ده حاجه مش صح. فالنهارده الناس كلها كانت ملتزمه وبيشجعوا فريقهم، ما لهمش دعوه بالمنافس، فالمنظر كان جميل يعني. لا، الف الف مبروك يا مروان، واعتقد بدايه مرحله جديده وكبيره مع الاهلي ان شاء الله. طبعا طبعا، الله يخليك يا كابتن ابراهيم، الله يخليك. الف الف مبروك، ومبروك لكل ابطال الاهلي مروان سرحان وكل اللعيبه. الحقيقه زي ما قلت لكم، الكل عمل مباراه قويه جدا، عمل بطوله كمان قويه، لانه زي ما شفنا حتى سيف سمير قال لك واحده من اصعب البطولات. خدوا بالكم ان انت جاي بعد البطوله العربيه، جاي بعد الظروف اللي حصلت في الكويت، الكيرف الناس متخوفه منه، التحكيم بدا يبقى فيه جدل كبير حواليه، الزمالك وبعض المشاكل اللي حصلت في مباراه الزمالك كلها خلقت حاله كده من الضغط على الفريق، واعتقد شفتوها حتى عند اوجستي بوش في مباراه الزمالك قد ايه مضغوط وقد ايه متاثر، والتحكيم كمان مش افضل حاله في المباريات. لكن اعتقد كان تتويج مهم جدا، كانت بطوله غاليه، بكوره بطولات جديده ان شاء الله الاهلي يسعى من خلالها لاستكمال الخماسيه اللي حققها السنه اللي فاتت. الف مبروك لجماهير الاهلي في كل مكان. الاهلي بيحتفظ باللقب للمره الثالثه كبطل لدوري كره السله في المرتبط، واللقب رقم 8 في تاريخه. الف الف مبروك. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره جدا مهمه، وفيها ضيفين كبار، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري والمحلل الرياضي المتميز جدا الدكتور أحمد ثابت، هيكونوا معنا في جزء مهم من حلقة الليلة. أهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي ماشي بقوة في كل المسارات، بنتكلم على عقود رعاية قياسية بتتحقق، ميزانية هي الأضخم في تاريخ أندية مصر وأفريقيا والوطن العربي أيضا بيتم اعتمادها، ثم بطولات بتتحقق، أولى هذه الألقاب بفوز الأهلي ببطولة كرة السلة. عشان كده معانا النهاردة اتنين من الزملاء النقاد الرياضيين أصحاب العيار الثقيل، الناقد الرياضي الصديق العزيز الأستاذ محمود صبري مدير تحرير الأهرام. أستاذ محمود أهلا بيك. نور الدنيا. أنت منور ومونديالي 100%. وواحد انا بسعد بيه جدا في تحليله، والحقيقه انا كنت بعرف انه الاطباء ليهم علاقه وثيقه بالابداع وفنون الكتابه عامه والادب، لكن الدكتور احمد ثابت اضاف ميزه اخرى للفكر الطبي، انه لا، له كتير في النقد الرياضي وفي التحليل الكروي الدقيق. يا دكتور اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، سعيد بالتواجد مع حضرتك ومع استاذ محمود صبري. طبعا يعني قامه كبيره في الاخبار وقامه كبيره في الاهرام. الله يخليك يا دكتور. الدكتور احمد ثابت يا جماعه، الحقيقه شوفوا نبل الاطباء طوال الظروف بتاعه كورونا يا محمود، الراجل وهب وقته وجهده وربما صحته الحقيقه لعلاج الكثير من كل الحالات اللي كانت بتروح له حتى من كل الزملاء. اعتقد عندك رقم قياسي في متابعه حالات الكورونا. كانت فتره ربنا كانت فتره يعني خير. صعبه، بس يعني ده يعني ربنا يعني الحمد لله كانت ازمه وعدت على كل التحيه والتقدير يعني، وان شاء الله يعني عدت الفتره ولا جاية صعبه؟
لا عدت 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 اه يعني محمود صبري لما يكح ما تبقاش كورونا. عموما الف الف مبروك. تابعت ماتش السله؟ اه طبعا تابعته بامانه مش من النهارده، من الماتش الاولاني وشفت اللي حصل فيه بالظبط يعني وكده يعني بعد الحاجات على انا ما بحبش اتكلم على التحكيم، لكن على ما يبدو الناس بتجبرنا ان احنا نبص ونشوف انه في حاجات غريبه كده بتحصل يعني. لكن عاوز اقول كلمه السر في الفوز بالاحتفاظ بالدرع العام الثالث على التوالي هو شباب الاهلي وجمهوره. بامانه شديده الشباب النهارده هم اللي ادوا الدفعه المعنويه في الفوز النهارده على التوالي على شباب نادي الاتحاد. ده خلى برضو الفريق الكبار حطوهم زي ما بقول لك حطوهم خلاص حطوهم اللي فتحوا الباب. انا بقول لك هم حطوهم خلاص يعني صحيح. الموضوع خلاص احنا اتفضل افتح انت خلاص احنا وصلناك لغايه الباب كمل انت. فالنهارده كان لازم الفريق الباسكت يعبر على انه اللي حصل ان الموسم اللي فات ما كانتش طفره وشكرا والسلام عليكم، لا ده تاكيد على انه في حاجه بتتبني. وعجبني ان البناء بيتم من تحت، لما يبقى عندك كده فرقه 16 سنه وكسبت منافس كبير زي نادي الزمالك ذهاب واياب دبليو سكور كمان عملت مع الاتحاد معقل من اساسي من معقل كره السله من صحيح. الانديه الكبيره التاريخيه اللي بيشار ليها بالبنان سواء على المستوى المحلي المستوى العربي، لكن انك انت تحافظ وتستمر رغم الضغوط رغم في حاجات كده بتحصل مش مفهومه. عاوز نقول يا جماعه اذا ظلينا في دايره الشكوك والتشكيك ومحاولة انك انت تلعب وتغير في ملامح المنافسة مش هنصلح الحال، سنبقى على هذا الوضع ونعيش محليا. ما حدش يكلمنا على افريقيا ولا على العرب ولا يكلمنا على المونديالات ولا يكلمني على ايه انك انت الا المونديال. اجيلك في المونديال لان كلام مهم قوي. دكتور احمد الف مبروك. احصائياتك في متابعه انجاز الباسكت. خلينا نقول ان النادي الاهلي عنده مشروع كويس جدا في كره السله، ماشي بشكل كويس، عنده جيل ذهبي. انا شايف ان اوجستي بوش ده صفقه القرن في نادي السله في كره السله. كره السله هايل للامانه يعني صفقه صحيح. القرن. النادي الاهلي جاب مدرب كويس، مدرب ممتاز قوي، وعمل جيل كويس ولاعيبه كويسه، جاب صفقات، قدر ان هو يجيب صفقات كويسه على راسهم طبعا ايهاب امين، اكتر من لاعب مميز، عندنا جيل مميز ذهبي. خلينا نقول ان الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته واللعيبه طبعا والجهاز الفني. ده دوري المرتبط ده للمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي والمره الثالثه على التوالي. السنه الثالثه على التوالي النادي الاهلي بيحقق دوري المرتبط ودي البطوله رقم 28 في كره السله لرجال للنادي الاهلي. 28 ايه هم 28 برضو نقولهم؟ الدوري المصري، النادي الدوري السوبر يعني، النادي الاهلي اخده 6 مرات سنه 88 89 سنه 99 2000 سنه 2000 2001 2011 2012 2015 2016 و 2021 2022 هنبص 2021 2022 دي مع اوجستي بوش. نيجي لكاس مصر 10 مرات 88 و 93 و 95 و 99 و 2004 و 2007 و 2009 و 2011 و 2018 و 2022 10 كاس. 10 كاس. دوري المرتبط اللي هي بتاعت النهارده ديت 8 مرات، مين هم الثمان مرات؟ 2005 2006 2006 2007 2016 2017 2017 2018 2018 2019 والثلاث سنين الاخر اللي هم 2021 21 22 و2022 2023. نيجي بعد كده لبطولات افريقيا، النادي الاهلي اخذ في السله ابطال الكؤوس مرتين سنه 98 وسنة 2000 وبطولة أفريقيا للأبطال مرة واحدة كانت سنة 2016 والبطولة العربية برضو كانت لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي مع أوجستي بوش 2021. فأنت بتتكلم في 28 بطولة منهم ستة كمان، في ست بطولات حققهم أوجستي بوش ما شاء الله. مع دي البطولة الستة النهاردة لأوجستي بوش. ده بنقول إن ده جيل ذهبي والنادي الأهلي عامل مشروع محترم يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي إن هو مركز في كرة السلة، إن هو بدأ في الحته دي ان هو عامل مشروع. دي البطوله السادسه النادي الاهلي مع أوجستي بوش اخذ 2 دوري مرتبط، اخذ دوري منطقه القاهره، اخذ بطوله عربيه، اخذ كاس مصر، واخذ دوري سوبر. 6 بطولات النهارده دي البطوله السادسه لأوجستي بوش مع النادي الاهلي في كره السله وهو متولي المهمه من حوالي سنه وربع يعني بالكثير. ما فيش يعني 17 شهر. ده مشروع مهم جدا. ده مشروع مهم وحصاد رائع الحقيقه، والقيمه بتاعته في المرتبط. أنا لما بتكلم 3 سنين ورا بعض في المرتبط دي بطولات أوجستي بوش مع الأهلي، لكن لما بتكلم على المرتبط في دلالة المستقبل يا دكتور أنا بتكلم 3 مواسم ورا بعض في الفوز بالمرتبط. يعني الولاد اللي كان 16 سنة في أول بطولة
النهارده بتتكلم في 19 سنه، يعني هم كمان الدعم الكبير للفريق الاول. دي حاجه حلوه قوي في كره السله موجوده في دوري السله، ان ده بيخليك يجبرك على الاهتمام بالناشئين. بالظبط. ان انت النهارده نتيجه المرتبط، يعني اللي كسب النادي الاهلي يحسب للشباب برضه. الشباب كسبوا الماتشين طبعا، سهلوا لك المساله. كسبوا الاتحاد المره اللي فاتت من يومين والنهارده. بالظبط. فسهلوا من الاربع ماتشات بتتحسب ماتشين لو صحيح. الشباب فبالتالي غصبا عن الانديه ان هي بتهتم بالشباب. فدي حاجه بتحسب لاتحاد السله بصراحه. وعاملها بجديه. عامل ربط ما بين فريق المرتبط وفريق هو فكره الهاندبول، ما بدايه نهضه كره اليد في منتصف التسعينات كانت كده، انك تبدا تفرض دوري مرتبط فالانديه تهتم بالاثنين مع بعض. دي فكره المهندس حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى. الدكتور حسن مصطفى اللي المباراه في الصاله بتاعته النهارده. طبعا. طيب ده كلام مهم جدا. كنت ما اتكلم للدكتور سعد شلبي يا دكتور احمد، وانت برضو من الموثقين المدققين الحقيقه في كره القدم، لما يبقى عندي 144 بطوله الامر ما يستدعيش ان انا اخاطب المراكز التوثيق العالمي، بالذات حتى موسوعه الارقام القياسيه وادارتها. صح. الاتحاد الدولي لكره القدم واحصاءاته ولجانه، ان انا ازاي اقدر اعتمد ال 144 بطوله في ال 115 سنه. في ال 115 سنه هي ده شغل رائع منك. دي 144 بطوله للاهلي في ال 115 سنه في كره القدم يا جماعه، وكلها بطولات موثقه ورسميه، حتى اللي اقيم تحت مظله الاتحاد المصري لكره القدم قبل بدايه كاس مصر حتى كاقدم البطولات الرسميه، كلها موثقه وموجوده. كلها موثقه، وده دورنا هنا ان احنا يا ريت النادي الاهلي يعمل حاجه توثق البطولات دي، ان هي لازم يبقى خلاص حاجه نسجلها، بحيث ان انت لما تيجي 150 بطوله، ده في ناس بتاخد بطوله وديه بتعمل حفلات وبتحتفل. صحيح. وبتطلع وبتاع، ما بالك ان انت عندك النادي الاهلي واخد 144 بطوله رسميه. يعني نقولهم بالتفصيل كده. النادي الاهلي لو استعرضناه على الشاشه هنلاقي ان هو واخد طبعا النادي الاهلي في الدوري المصري، نجيبها على الشاشه بس 42 بطوله. خلينا اقول لحضرتك ان برضو من ضمن الحاجات ان طبعا النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا نستعرضها بس. ال 42 دوري. 42 دوري. وكاس الاحصائيه كامله. هاتها بس على الشاشه. ايوه. 42 دوري، 37 كاس مصر، دوري منطقه القاهره 16، كاس السلطان 7، السوبر المصري 12، كاس الجمهوريه العربيه المتحده 1، ايوه، كاس الاتحاد المصري 1، دوري ابطال افريقيا 10. طب نكمل، في برضو السوبر الافريقي، نكمل الكونفدراليه مره، السوبر الافريقي 8، كاس الكؤوس الافريقيه 4، كاس الافرو اسيويه 1، كاس العرب 1، كاس الكؤوس العربيه 1، والسوبر العربي 2. لما تجمعهم تلاقيهم 144 بطوله، ودي البطولات اللي اتكلم عليها كابتن محمود الخطيب في المؤتمر بتاع توقيع شركه اتصالات مصر. دي بتاكد ان انت عندك النهارده 144 بطوله. فالمطلوب او ان احنا من البرنامج هنا يا ريت يكون في توثيق للحاجات دي، بحيث ان انت هو توثيقها واعتمادها موجود، لان انت كلها اقيمت تحت مظلات رسميه. سواء الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد العربي لكره القدم، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي. طبعا. بحيث ان انت لما تيجي بعد كده يبقى 150، نقدر بعد كده يكون عندنا مثلا نعمل حفله، عندنا 150 بطوله للنادي الاهلي. لا، وانت اهم من الحفله دلوقتي، انت الاكثر تتويجا على مستوى العالم. طبعا. ده انا هقول لحضرتك على حاجه، النادي الاهلي الناس مثلا بتتكلم ليه النادي الاهلي دايما في الرعاه ان هو بياخد اعلى حاجه. انت عارف كم اهلي في الوطن العربي؟ 30 اهلي في الوطن العربي. 30 اهلي. طب مين ادم واحد فيهم؟ النادي الاهلي. انت غلطان على فكره. انتوا ما حدش يعرفكم، شعبيتكم قد كده محدوده يعني. عارف انت على فكره موضوع يعني اسم الاهلي نبقى في كل مكان يخلي اي حد يفكر. ايوه. طب ليه؟ طب ليه يعني ليه اللمبه اللي منوره قوي دي؟ ليه؟ طب ليه تم اختيار اسم الاهلي؟ يعني برضو لما تيجي تبص على المشهد كده وانت تفكر، طب ما اختاروش ليه مثلا انديه ثانيه؟ يعني اتسمى باسمها وكانت فكره، حتى الانديه الثانيه لما كان اسمها موجود اتبدل اسمها بحاجه ثانيه، يعني عاوز اقول لك ايه؟ ما استمرتش المساله بالصوره الواضحه. فانا عاوز اقول احنا داخلين وعاوزين نعمل حاجه، المشهد اللي انت شايفه ده مشهد مرتبك، مشهد ما بيقولش ان ده مشهد اعلامي على بص لا يوجد فيه ريحه الاعلام. صح. طيب على ذكر الاعلام بقى، وانت راجل موجود النهارده، النادي الاهلي تقدم بشكوى جديده للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.
ضد قناة نادي الزمالك وتجاوزاتها المستمرة، وخاصة بالشكوى برنامج زملكاوي الذي وجه للنادي الأهلي ورئيسه وأعضاء مجلس إدارته اتهامات كاذبة وباطلة ولا أساس لها من الصحة، واستخدم فيديوهات منسوبة لأحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين، وجاء على لسانه كلام كاذب وغير موجود على أرض الواقع. وسعى مقدم البرنامج وضيوفه إلى تشويه صورة النادي الأهلي ورموزه بأكاذيب ومعلومات غير صحيحة، وهو الأمر الذي أثار غضب الملايين، بل وينذر بحالة احتقان كبيرة في الشارع الرياضي. وجاء في الشكوى أيضا لماذا لا يتحمل الأعلى للإعلام ورئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر مسؤولياتهم ويقومون بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن قناة الزمالك، وما هو الهدف من عدم اتخاذ موقف تجاه هذه القناة التي تعبث وتثير الفتن بين الجماهير وتسيء إلى رموز الأهلي، وهو الأمر الذي تكرر مرات عديدة، وطالب النادي الأهلي باتخاذ اللازم قانونيا لإيقاف تجاوزات قناة الزمالك وتطاولها المتكرر. دي شكوى الأهلي الجديدة للأعلى للإعلام بعد بلاغ النادي الأهلي اليوم أيضا إلى معالي النائب العام. وهنا عايز أتوقف بس عند ثلاث نقاط مهمين قبل ما نستمع نشوف بعض الفيديوهات ونشوف رأي الأستاذ محمود والدكتور أحمد ثابت. رقم واحد، بعض الزملاء وبعض حتى الكباتن الكبار أول ما يجي يتكلم على أي تجاوزات بتحصل يقول لك قناة الناديين، قنوات الأندية. وسمعت رأي للكابتن أيمن يونس في الإذاعة في برنامجه، الحل هو إغلاق قنوات الأندية. وهنا أنا يا كابتن أيمن، أنت نجم كبير لنادي الزمالك، كبير ومحلل كبير لقيمتك، هل في مرة سمعت إساءة من قناة الأهلي في حق أي حد؟ هل أنت شخصيا وأنت واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار سبق أن أساءت إليك قناة الأهلي بأي إساءة صغيرة أو كبيرة؟ لا أنت ولا الكابتن هشام ياكن ولا يعني كابن عمه أو أي حد من نجوم نادي الزمالك الكبار، على الإطلاق ده ما حصلش. فبالتالي أتمنى أنه وأنا بتكلم على رفض غلط خطأ معين مش بالضرورة أن أنا أربط معاه التاني عشان أستخبى ورا المعنى العام. لا، في غلط من قناة الأهلي قول قناة الأهلي أخطأت في الشيء الفلاني، برنامج كذا في قناة الأهلي تجاوز حدود المهنية في الجزئية ديت، عشان يبقى تحديد مسؤوليات وتوجيه للخطأ بشكل واضح. لكن أنا مش قادر أدين طرف بعينه فأخذ الطرف التاني وهو لم يصدر منه شيء. وأنا يعني الحقيقة اتكلمنا في الكلام ده كتير في ملك وكتابة، إنه الربط بين الناديين على مستوى الناديين أو على مستوى القناتين ربط خاطئ جدا ومكلف، مدحا أو قدحا، إشادة أو إساءة، لأنك أنت كده ما بتعالجش حاجة. لو في خطأ من قناة الأهلي حدده، في خطأ من قناة الزمالك واجهه، إنما هذا الربط باستمرار في نوع من الاستسهال وأعتقد الاختباء كمان. دي الجزئية الأولى المهمة جدا. الجزئية الثانية، الإخوان جماعة إرهابية تم صدور أحكام قضائية باتة فيها باعتمادها جماعة إرهابية، فإزاي أي حد بيستسهل أي شيء إنه يتهم فلان إن ده كذا؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ دي جريمة في حد ذاتها، لأنه كمان مصر بكل أجهزتها وبكل قياداتها وبكل إمكاناتها الدولة على أعلى درجة من اليقظة والحيطة، فبالتالي مش محتاجين حد يبلغ عن حد أو حد يتهم حد ظلما وعدوانا أو رجما بالغيب. دي مسألة برضو مكلفة جدا. إذا كان الكلام ده لا ينطلي على مسؤولين فهي المصيبة أو المشكلة بالنسبة للرأي العام والجماهير، استسهال قذف الناس بهذا الاتهام لأنها في الأول وفي الآخر جماعة إرهابية، فإزاي يكون ده؟ أما فكرة أن أنا أنال من قيمة النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي ووطنية مسؤول النادي الأهلي والتزامهم، فالأمر واضح جدا. النادي الأهلي يعني لما تيجي تقول لي مجلس إدارة النادي الأهلي، هو مجلس إدارة النادي الأهلي كده أو رئيسه كده وكل منشآت النادي الأهلي تسند إلى الهيئة الهندسية ورجال وشركات القوات المسلحة؟ طب ما في مناسبة كابتن محمود الخطيب إلا ويؤكد على انسجام النادي الأهلي واتساقه التام مع قيادات الدولة
وحرصه كل الحرص على انه يفضل النادي الاهلي باستمرار خير داعم للوطن وقياده بلده. وهنروح بعيد ليه؟ ده لسه امبارح النادي الاهلي وهو بيوقع عقد الرعايه الراعي الرئيسي للنادي الاهلي شركه اتصالات مصر بوجود برضه الشركه المتحده للتسويق المسوق الرسمي للنادي الاهلي الكابتن الخطيب اتكلم عن هذا المعنى تاني. في النهايه عايز اقول حاجه مهمه جدا، الشراكه اللي بنعلن عنها النهارده هي شراكه بتؤكد ان مصر ومؤسساتها قادره على جذب الاستثمارات الكبيره وقادره كمان على النجاح. وهنا مش عايز يعني لازم كلنا نكون فخورين جدا ببلدنا، لان اللي حصل في مؤتمر المناخ 27 ده كان حديث العالم كله، واعتقد ان نجاحاته في كل الامور وصلت للعالم كله. وكمان دور الدوله اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحه، وده اكيد هيدفعنا وهيخلينا نشتغل اكتر واكتر في اللي جاي. المهم اننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسساتها الوطنيه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية. في النهاية بشكر حضراتكم وأشكر كل الحضور، بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود، الكابتن الخطيب واضح امبارح كتير على أنه دعم الدولة للنادي الأهلي وجهود النادي الأهلي هي اللي وراء هذه النجاحات. أنت متابع جيد للنادي الأهلي من سنوات بعيدة، شايف العلاقة إيه بين الأهلي والدولة؟ والله انا لو سالتني انا حزين باللي احنا وصلنا له، مرحله التشكيك بصوره غريبه جدا، ولكن على ما يبدو انه حاله النجاح والارتباط الواضحه لابد يجي طرف اخر يحاول ان يبرر الحاله اللي هو وصل لها بانه يظهر السلبيات ويعمل لك حاله من حاله الارتباك ويحطك تحت ضغط ويحاول يشوهك، بمعنى هو مش عارف يحصرك، مش عارف يحصرك من فين، هيوقفك ازاي؟ طيب انت عملت يعني عملت لي عقد رعايه 2 مليار وعاوز يسكت؟ يعني كل نادي يشتغل يعني في اتجاهه، لا مش في الحسابات. انت بتسمع كلام لا تقبله العقل ولا المنطق من ناس، بامانه انا حزين جدا ان احنا وصلنا للمرحله دي، شايف ناس محسوبه على الاعلام بتقول كلام بامانه ده جريمه. في حاله مش عاوز اقول حاله استقطاب، في حاله تشويه غير مبرره. وتكلمنا في المرحله دي يمكن من 4 سنين ومن 5 سنين، ولما طلع ميكروباص المحور ولما طلع مش عارف ايه وطلع الكلام اللي اتقال كانت النيه واضحه ومبيته. البرواز الجميل ده عامل حاله قلق، فبحاول اجيب طوبه صغيره وعاوز اشوهه، عاوز اعمل هزه. هو ناجح في المرحله دي ان هو ينسى المشاكل بتاعته، زي احسبها في اسرتين، اب ويعني ولاده ناجحين، واحسب بقى في الطرف الثاني عملوا مشاكل عامله ازاي، اشوف انت الوضع عامل ايه، يعني تعالى خدها بالارض. لكن اللي انا عاوز اقوله يا استاذ ابراهيم انه ما قاله الكابتن محمود الخطيب، يا جماعه لو رجعنا التاريخ واتكلمنا بامانه هتبقى في مشكله، والله مشكله، لانه مش بعظمه لسانهم باعترافاتهم بامانه شديده، لانه لم اجد مبرر بامانه. طول عمرنا بنتابع، عمر ما وصلت حالة الاحتقان والصورة اللي احنا عايشينها زي ما بنشوف الفترة دي. الاهلي يسير بهدوء بعمل، لا تجد عضو مجلس إدارة يتكلم، لا تجد تصريح من لاعب من النادي الاهلي مسيء. هنقول استثناء في حالة، وبرضه حتى هذه الحالة لو طلعت بكلام كلام برضه عاوز اقول ايه، مش بالصورة اللي احنا بنشوفها، في حالة تضليل وادعاء زي ما انت بتقول كابتن ايمن يونس وغير الكابتن ايمن يونس، واكتر من كده بيتقال. وفي ناس ما قدرتش تكسب الاهلي في الملعب فعاوزه تكسبه في المنصات وهم قاعدين، عاوزه اداير مش قادر. ما لما يجي اقول لي طب تعالى اديني على، يعني انت عملت ايه يعني؟ يعني قول لي 1 2 3 4 قول لي خطا، قول لي يعني عدد لي، قول لي حاسبني يعني في المساله. فاللي انا عاوز اقوله
انه يبقى في مؤسسه، وهذه المؤسسات الرياضيه المفروض من القوى الناعمه اللي صحيح. هي بتبعت رسائل. صحيح. لما يبقى في حاله من يبقى عندي اهلي وعندي زمالك وعندي اسماعيلي، الاهلي ما عندوش مشاكل، هو الاهلي بيقول لك ايه؟ خليك في مشاكلك، كل واحد يطور نفسه ويمسك في طريق. انت ليه مشغول بيا في طول الوقت؟ صحيح. ليه كل واحد يقدر ينجح؟ طب انا عاوز اقول لك حاجه، انا بطالب الناس اللي بتطلع وعامله كل المسار، عاوزك تتكلم على النادي بتاعك بس. ماشي، ما تتكلمش في فيديو عن النادي الاهلي، ما تطلعش تحارب، اعمل اللي مش شايفه خلاص. كل واحد مين هيب... لا لا، شوف مين هيتابعك. انت عارف يا سيدي يتابع او ما يتابعش؟ انا بكلمه. لا انا يعني بكلمه يعني شوف، انت عارف مين اللي هيتابعك، وعارف انت مين اللي بيعمل رد فعل يعني. فانت بتلجا لحاجه من حاله الشوشره. يا جماعه كل المؤسسات وطنيه طبعا، وكل يعني ايه الهدف ان انا اشكك واطلع فيديو غريب؟ قال يعني اجهزه الامن نايمه؟ يا سلام، ده اكتشاف رائع والله. ده لا، على مين يعني الكلام ده؟ يعني ايه الهدف من المرحله دلوقتي؟ ايه الهدف؟ الاهلي بيتقدم بشكوى جديده يا دكتور. حاله التصارع بين قطبين عالميا مش موجوده، يعني عالميا مهما كانت قوه المنافسه الرياضيه في النهايه في اطر بتحكم وفي ضوابط. انت شايف الموضوع ازاي؟ هي يعني اللي بتبقى مثلا لو في تصادم بيبقى بين مثلا الجمهور، بيبقى في بعض الجماهير مثلا متعصبه، ريال مدريد، برشلونه، في اي حته في العالم، زي اي دوري في العالم. لكن هنا النادي الاهلي دايما الشجره المثمره بيقذفها الناس بالحجاره. النادي الاهلي النهارده بيوصل لعائد رعايه ضخم، وبس بيقارب 2 مليار جنيه، وده نتيجه مجهوده وشغله مجهود، ونتيجه شعبيه وتاريخ وبطولات ونجاح ادارات بشكل صحيح. متتالي. انت لسه بتحسب كل الحاجات دي. انت بتتكلم في الوطن 30 اهلي في الوطن العربي، النادي الاهلي ادم نادي فيهم من 1907 وكلهم اتاسسوا حبا في الاهلي تيمنا بيه. بتتكلم كمان ان على السوشيال ميديا النادي الاهلي رقم 5 على العالم، يعني ريال مدريد متابعة. في الاكثر متابعه ريال مدريد الاول ب 27.4، ليفربول 23، برشلونه 19.8، مانشستر يونايتد 18.6، النادي الاهلي 12.4. فكل ده يعني كل ده بيجي لك عشان كده عقد رعايه كبير. كل النجاحات دي، كذلك افتتاح فرع التجمع ان شاء الله قريب، ده نجاح تاني. انتصارات في كل الالعاب، بتكسب سوبر، بتكسب سله، بتكسب طايره، بتكسب كل حاجه. فانت عشان النجاحات دي كلها، ميزه اداره النادي الاهلي ان هي بتعمل في صمت، وان هي بتعمل النجاحات دي كلها من غير كلام. النجاحات مش بالكلام، النجاحات بالفعل. بيشوف النادي الاهلي واداره النادي الاهلي على طول، راح فرع زي ما احنا شايفين كده، فرع التجمع ده في زياره الكابتن خطيب ومجلس اداره لفرع التجمع النهارده علشان يضيفوا للبنيه التحتيه الرياضيه وللمنشات الرياضيه المصريه فرع تاني يساهم في الانماء والتطوير. الفرع الرابع او الخامس دلوقتي، ده الخامس. ده انت يساهم في تطوير واعمار منطقه جديده النهارده. الشركات اللي بتيجي تدفع فلوس دي، اللي هي بتدي مثلا، هي لما بتدي هي عايزه تاخد، عايزه تجني، هي مش بتدفع كده مقابل حبا. لا هي عايزه تديك حاجه ببلاش. مش هيديك حاجه ببلاش. فهو النهارده النادي الاهلي لما بتلاقي الاكثر شعبيه، الاكثر بطولات، الاكثر تاريخ، عندك 4-5 فروع عشان يحطوا الاعلانات على النادي، فكل ده هيكسبوا منه. هم مش حاطين، لكن لما بيروحوا الانديه الثانيه الناس بتسال، هو ليه الاهلي دايما هو الاكثر، الاكثر ميزانيه والاكثر؟ عشان خاطر النجاحات دي يا جماعه، ان هو النادي الاهلي رقم 1 الاكثر شعبيه في الوطن العربي، الاكثر تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير، الاكثر بطولات، واتكلمنا على 144 بطوله في 115 سنه. النادي الاهلي كمان بطل القرن في افريقيا. النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لعب ماتشات في كاس العالم للانديه، 18 مباراه، واكتر نادي حقق البرونزيه 3 مرات، واكتر نادي وديه يا اخي. دي لا، بعض الناس بتقول لك بلاش تحطها، بلاش تحطها في البطولات، اصل هي سوبر شرفيه برضه. اي بطوله الاهلي ياخدها سوبر شرفيه. ثالث اكتر نادي في العالم وقف على منصات التتويج في كاس العالم للانديه بعد ريال مدريد وبرشلونه. عندك دلوقتي 5 فروع، فكل المكاسب دي. فالناس هنا يعني، والنادي الاهلي دايما ورا الدوله وورا مسؤولية الدوله وورا مؤسسات الدوله. فهنا انت دايما اي بني ادم ناجح، او زي ما المثال ده، الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره، وده اللي بيحصل على النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه يعني دي جولة النهارده يا جماعه اللي الدكتور سعد شلبي اشار اليها، انه لمده 6 ساعات للكابتن خطيب ومجلس اداره النادي مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي في فرع التجمع، للاطمئنان على اخر كل حاجه. وقال لكم الدكتور سعد انه 3/12 هيبدا نقل كل الهياكل الاداريه وكل العاملين
الى وحدات العمل في فرع التجمع، ويبدا من يوم 16/12 استقبال الاعضاء ان شاء الله في هذا الفرع الجديد، تمهيدا وللاعلان فيما بعد عن موعد الافتتاح الرسمي اللي ان شاء الله يكون لائق بهذا الحدث الكبير. ما من مناسبه الاهلي عنده هذا القدر الكبير من الامتنان، من الامتنان، ما تضيعوش شعور النادي الاهلي ومسؤوليه بالامتنان الكبير جدا لما يلقاه الاهلي من دعم مؤسسات الدوله ومسانده كل اجهزه الدوله ووزاراتها للنادي الاهلي في مشاريعه، لانه في الاول وفي الاخر الاهلي ما بيشتغلش لوحده، بس الاهلي كمان عنده هذا القدر من الشعور بالفضل والامتنان لجهود الدوله. في كل مناسبه كابتن محمود الخطيب بيبقى حريص على كده، وافكركم لما الاهلي كان بيحط حجر الاساس، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على التجمع، لما كان بيحط حجر الاساس لاستاد الاهلي الجديد في الشيخ زايد، كلام وقتها الكابتن الخطيب اتكلم عن ما يلقاه النادي الاهلي من دعم قيادات الدوله، نفكركم او نفكرهم، الكابتن الخطيب قال ايه؟ بلدنا مصر بتمر بتحديات كثيره جدا، فكل التقدير والشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدوله بما فيها الجيش والشرطه لحرصهم كلهم على ازاي يقابلوا التحديات دي بحكمه وبقوه. كمان عايز اشكر وزاره الانتاج الحربي للمنشأ العظيم اللي احنا فيه النهارده واللي احنا شايفينه، ويمكن ده كمان يخليني اتذكر الراحل الكبير الوزير محمد العصار رحمه الله عليه. كمان لما اتكلم على وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، الحقيقه عامل زي النحله اللي ما بتهداش، وزاره الشباب والرياضه الداعمه لكل الانديه الرياضيه، الداعمه لكل الرياضيين وكمان كل الشباب ومراكز الشباب، اعتقد عندهم حمل كبير، لكن ان شاء الله هم ماشيين في السكه الصح والطريق السليم، وباذن الله الامور تبقى افضل في اللي جاي، افضل باذن الله. كان وقتها زي ما الكابتن الخطيب اكد كل التسهيلات اللي الاهلي لقاها من كل قيادات الدوله ومن كل الوزارات المعنيه لتسهيل الحصول على موافقات الانشاء لهذا الحلم الكبير، استاد الاهلي في الشيخ زايد، سواء وزاره الاسكان او المحافظه او وزاره الشباب والرياضه. ده لانه النادي الاهلي عنده هذا الاتساق مع قيم بلده واهداف بلده. هو النادي الاهلي النهارده لما بيتكلم على الاعمار في القاهره الجديده، هو بيساهم بجهده وبقدرته وباسمه وبشعبيته ازاي تعمل انماء وتعمير في منطقه زي كده، زي ما حصل في مدينه نصر وشوفوها نقلت بقت عامله ازاي، زي ما حصل في الشيخ زايد وشوفوا نقلت عامله ازاي. الاهلي بيوصل برسالته وبيوصل باهدافه وبيوصل بشعبيته للمناطق الجديده. ليه؟ لانه نادي الوطنيه بجد مش بالكلام، وده اللي اكد عليه تاني الكابتن خطيب. عايز حد ينسى ان النادي الاهلي نشاته 1907 نشأة وطنية، أساسها الوطنية، وهيبقى الأهلي بإذن الله داعم لكل مؤسسات الدولة وداعم لقيادات الدولة والقيادة السياسية. ده تأكيد الكابتن الخطيب في كل مرة، وهنا الأمر لا يقبل المزايدة. وأنا عايز أقول لكم يا جماعة بجد، الوطنية مش ختم واحد بس اللي بياخده، كل أندية الدولة وأندية مصر أندية وطنية، وكل أندية مصر المفروض عليها هذا الالتزام بالخط الوطني للدولة. مش معنى أن أنت وطني فالآخرين مش وطنيين، مش معنى أن أنت مسؤول فالآخرين خونة، مش معنى ان انت ملتزم فالاخرين مش عارف ايه ارهابيين. ليه؟ احنا بنتكلم في اسره رياضيه، اسره فيها كل هذه الانديه. الاهلي بيشتغل عشان ينمي موارده ويعظم قدراته من خلال العمل والنجاح سواء على المستوى الرياضي او المستوى الاقتصادي وبالتالي المستوى الانشائي، عشان يفي بكل هذه الالتزامات. الانديه كلها عليها انها تشتغل،
كل واحد يشتغل ويركز. هتقولي مره كابتن الخطيب اخطا في حق احد علشان ينال ومنال، عشان يفضل كل شويه يقدم بلاغ يا للنائب العام يا شكوى للمجلس الاعلى للاعلام ويسجل اندهاشه الشديد من الصمت، لانه في النهايه افهم لو في حاجه في تنابز. لكن مجلس الاداره ورئيسه محدش بيخرج، محدش بيتكلم، محدش بيسيء، محدش بيجيب سيره حد، محدش فاضي اصلا يشتبك باي شكل من الاشكال مع حد. نتمنى انه الكل يشتغل، ونتمنى ان كل انديتنا، وانا قلت لكم مش معنى ان النادي الاهلي نادي وطني معناها انه بقيه الانديه الشقيقه مش وطنيه، لا، الكل لازم أن يكون عنده هذا الالتزام الوطني لخدمه الاهداف العامه في البلد. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم مع محمود صبري والدكتور احمد سيد. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي بعد اللي حصل امبارح، لانه ناس كتيره ما بتفهمش الهدف او النتيجه من وراء عقد رعايه كبير. البعض بيعتقد انه ده عقد رعايه يفي بالتزامات كل الناس اللي داخل اسوار المقرات، لكن في الحقيقه هو يخدم بشكل مباشر على مشاعر الملايين من جماهير الاهلي في كل مكان. لما الاهلي تتوفر له هذه القدره الاقتصاديه من خلال عقود رعايه كبيره تخلي النادي يفي بكل التزاماته تجاه فرقه الرياضيه وعلى راسها كره القدم يا دكتور احمد. طبعا النادي الاهلي في عقود الرعايه، اتكلمنا في عقود الرعايه دي اول حاجه، يعني الكابتن محمود قال ان اول ظهور للرعاه في مصر على قميص النادي الاهلي كان في اواخر السبعينات، اول في تاريخ الانديه كلها النادي الاهلي. الحاجه الثانيه بالنسبه اتكلمنا على الشعبيه، ال 30 نادي اهلي، انت عندك اهلي جده واهلي دبي والاهلي اليمني والاهلي بنغازي واهلي طرابلس والاهلي القطري والاهلي البحريني، في اهلي كتير، حتى في اهلي مطروح هنا. كلهم تم انشاؤهم بعد انشاء النادي الاهلي. محمود هيعمل اهلي ابو طشت قريب. انا عارف. كل اشمعنى اهلي الاقصر؟ كلهم تم كلهم تم انشاؤهم بعد 1907 تاريخ النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي. صحيح. دلوقتي لما النادي وده بيعكس تاثير الاهلي في المحيط بتاعه. صح. لما تيجي النهارده كمان انت الناس بتقدرك وتيمنا باسم الاهلي بترتبط باسمه. صح. لما تيجي النهارده فرقه في الخليج بتعمل ماتش اعتزال، شوف سعر النادي الاهلي بيبقى كام وسعر الانديه الثانيه بيبقى كام. ده عشان النادي الاهلي وحب الخليج في النادي الاهلي. اتكلمنا على في صوره برضو معانا اللي هي بتاعه التواصل الاجتماعي، لو نعرضها دي بتاريخ 2022 النادي الاهلي رقم 5 على مواقع التواصل الاجتماعي في الاكثر متابعه، وفي البطولات وفي الفروع. انت بتتكلم في كل الحاجات دي مخليه النادي الاهلي عقد رعايه. طب انا عاوز اقول لك حاجه يا دكتور. في نادي في العالم عنده الافرع؟ لا، هي الصيغه نفسها مش موجوده. لا كتير. يعني الصيغه يعني دي صيغه النادي نفسه. لا، النادي الاجتماعي بالشكل الاجتماعي. لا. طب مش موجوده؟ مش موجوده طبعا. فلما يعني هل ده ما يخليش طبعا ده يخلي الاطراف الاخرى في حاله برضو يعني ايه ده يعني مش هقص بحاجه ده ولا ده واخد كل حاجه في وشه برضو. دي حسابات الذهن القاصر المحدود. لكن انت كان ممكن تستغل برضو حالتك لما يعني اي نادي يعني نجحت وعملت قدم نفسك، يعني خلي الاطراف الاخرى اللي تشوف تقول انا عايز فلان، يعني ده يخليك الادعى. انت بتقدم صوره بتخلي كل اللي حواليك يقول لك ايه انا ان شاء الله حاضر يعني انا الاثنين ده احنا هنعمل وهنسوي. ما انت برضو ما حدش راضي يواجه الحقيقه برضو، يعني هنعيش في الجو ده وفي الظروف دي وغيرنا بيلعب في كاس العالم بيتفرج عليه. يعني بدل ما العالم مع كامل احترام لكل البرامج يا جماعه المستوى اللي حاصل ده كله ما يخليناش نفكر ان احنا نعيد ترتيب. ها، بدل ما كل الحدوته قضيه بنفكر وبندرس البحث عن الفضايح، البحث عن كذا، البحث عن مشاكل، البحث، ما نقدمش صوره ونموذج ايجابي ليه احنا وصلنا ولاعيبتنا ومستوانا وتحكيمنا وصلنا ان احنا بقينا مهمشين. يعني هل هننغمس في المحلية أو نعمل حالة إغراق وكل المشكلة هو التنافس مع الأهلي؟ صح. يعني عاوز أقول يعني حاجة كويسة نضلمها يعني ولا يعني نقفل ولا يروح فين؟ بدل ما تنور أنت ويبقى جنب. طيب. ده هنا وده هنا. الأهلي نور امبارح بشكل واضح جدا، وأعتقد عقد الرعاية في كلمة الكابتن محمود الخطيب وما سجله الأهلي من نجاحات في هذا المؤتمر مهم جدا. نسمع كلمة الكابتن الخطيب امبارح ونسأل الأستاذ محمود صبري والدكتور أحمد ثابت عن ثنايا هذه الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر ومؤسستها وأهلها بخير، ودايما إن شاء الله في أمن وأمان. في البداية بنرحب بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، وبنرحب بكل السادة الحضور والإخوة الصحفيين والإعلاميين. الحقيقة النهاردة يوم من الأيام السعيدة بالنسبة لينا كلنا كأهلوية. الحمد لله يوم بيبين قيمة وقدر النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة. يوم يخليك دايما تعتز بناديك وتفخر بيه، لأنه نادي تأسس على الوطنية وعلى مبادئ، على مبادئ وقيم تتوارثها الأجيال. تعتز وتفخر بناديك لأنه أحد أندية القمة في العالم الأكثر تتويجا بالبطولات والإنجازات الرياضية، ولأنه دايما رائد في كل شيء. والحمد لله رب العالمين، زي ما كلكم عارفين أول ظهور للرعاة في مصر كان على ملابس النادي الأهلي، والكلام ده كان في أواخر السبعينات. من الوقت ده وكل بدأت مجالس إدارات النادي مجلس ورا مجلس يفكروا إزاي نطور أنفسنا، وإزاي يعني بالذات في مجال الدعاية، وإزاي نضاعف القيمة، قيمة المردود للنادي الأهلي، وبالتالي قيمة النادي الأهلي وشعبيته وتاريخه. إزاي بنجتهد لنكون عنصر جذب للرعاة ونحافظ لهم، احنا لنا كمان دور مع الرعاة، ازاي نحافظ لهم على افضل فرص استثمارية ونوفر لهم مزايا وفوائد تحقق اهدافنا واهدافهم. النادي الاهلي يا جماعة والحمد لله رب العالمين بيملك شعبية وجماهيرية تقريبا كده، اعتقد يعني ما فيش نادي بيتمتع بيها زي النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان احد الاندية، وهو من الخمسة الاوائل في العالم المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وكمان بيملك محتوى رقمي بيضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة جدا على المنصات الإعلامية. هو ده النادي الأهلي. علشان كده فطبيعي جدا جدا أن تكون الهدف الأول والرئيسي لكل الرعاة لقيمة وتاريخ وشعبية الأهلي. والمهم كمان وانت تتعاقد مع الكيانات والمؤسسات الكبيرة، وكمان بتتعاقد بالقيمة التي تعكس عراقة النادي الأهلي اللي مر على إنشاؤه أكتر من 115 سنة، وبطولاته اللي وصلت ل 144 بطولة محلية وقارية ودولية. هي دي قيمة نادي القرن في أفريقيا. النهاردة احنا نتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، شركة اتصالات مصر اللي هتكون إن شاء الله الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات جاية بإذن الله. لو اتكلمنا عن العلاقة المميزة اللي بتربطنا بشركة اتصالات، الحقيقة العلاقة دي بدأت من سنين طويلة زي ما شفنا وزي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي اتعرض من شوية، وكانت شراكة ناجحة بيننا، وبإذن الله سنسعى سويا لنجاحات إن شاء الله نجاحات أخرى، وإحنا والشركة سعداء بهذه الشراكة وسعداء بهذا التعاون، وإن شاء الله يكون تعاون مثمر
للنادي وللشركة. مش عايز أنسى أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي اللي هي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي، وعايز أشكر المهندس سيف الوزيري وكل الإخوة القائمين على هذه الشركة الوطنية. وبعد الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر واجب وضروري للشريك الأساسي لكل إنجازات ونجاحات الأهلي، الشكر لجمهور الأهلي، الجمهور الوفي السند والداعم دايما لناديه وفي كل المواقف. وأتمنى من جمهورنا يكون داعم أيضا، ويكون داعم برضو لكل شركاء النادي ورعاة النادي، علشان كلنا بنسعى لهدف واحد وهو ومصلحة الأهلي، ونجاح شركاء النادي جزء أساسي من نجاح النادي نفسه. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا، الشراكة اللي بنعلن عنها النهاردة هي شراكة بتؤكد إن مصر ومؤسساتها قادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة، وقادرة كمان على النجاح. وهنا مش عايز يعني لازم كلنا نكون فخورين جدا ببلدنا، لأن اللي حصل في مؤتمر المناخ 27 ده كان حديث العالم كله، وأعتقد إن نجاحاته في كل الأمور وصلت للعالم كله. وكمان دور الدولة اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحة، وده أكيد هيدفعنا وهيخلينا نشتغل أكتر وأكتر في اللي جاي. المهم إننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسساتها الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية. في النهاية بشكر حضراتكم وأشكر كل الحضور، أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد بمنتهى الوضوح الكابتن الخطيب اتكلم على كل المحاور في هذا اللقاء المهم جدا، وضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية المسؤولة عشان نقدر نتخطى هذه التحديات القادمة الصعبة. لكن التأكيد على العلاقة مع اتصالات مصر الشريك الرئيسي، الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي. أستاذ محمود، وانت متابع لرعاة الأهلي في السنوات الأخيرة، ايه فكرة انه اتصالات مصر كانت معاك من 10 سنين 2011 او اكتر وترجع تاني 2011 11 سنة، ايه دلالة ده؟ لا ما هو ده برضو يا استاذ ابراهيم، عاوز اقول لك على حاجة. ما هو ده برضو يحتاج برضو دراسة برضو للناس برضو اللي بتقول يعني الكلام اللي بيتقال اللي احنا مش فاهمينه برضو، يعني ده كلام جديد في الاقتصاد وفي الاستثمار يعني. طب يا جماعة، لما الثلاث شركات يعني اربع شركات في السوق، منهم ثلاث شركات راعوا النادي الاهلي، فودافون، وبعد كده اتصالات في 2011 ثم عودة للاتصالات مرة اخرى. عودة اتصالات مصر على فكرة، ده اتصالات لما جت في 2011 كان ضجة كبيرة جدا، لانه ازاي قدرت تاخد العرض من الشركة برضو المنافسة ليها في نفس التوقيت برقم 160 مليون، كان رقم كبير جدا على السوق وقتها. كان حديث المدينه زي ما بنقول وقتها، ورقم ايه كمان، ده كان معاه اضافات وصلت ل 20 مليون جنيه كمان. العقد كان كبير وقتها، كان وكاله الاهرام من الاعلان يعني، اللي هي كانت بحجم كبير في السوق على مستوى الشرق الاوسط، التي نالت من الاتهامات ما نالت. عاوزين نعرف بس دلوقتي فين شركه فين يعني وكاله الاهرام، يعني هو في وكاله ثانيه ولا حاجه يعني مثلا، يعني الاهرام بره النادي الاهلي، ربنا يديه الصحه، اخر حاجه 2014 طبعا انا بكلمك اهو. ربنا يديه الصحه، الاهرام كان ب 200 مليون، النهارده 2 مليار، يعني ما بقول لك يعني ده 10 اضعاف على حاجه مهمه قوي. بص، شراكه، انا عاجبني في الموضوع كلمه شراكه، صح، مش رعايه. الخطوه، هو حتى المهندس حازم متولي كان شعاره امبارح شراكة، شركاء لا شركاء. ايوه
أو أنا هعمل معاك شراكة على إيه؟ يعني هتفيدني على أهداف معينة. على أهداف معينة. على فكر متطور وشغل تاني. أنا بقول لك هو هيبقى عقد مختلف. هو الراجل قال. أنا بقول لك هو. قال لك توافق. مجموعة عمل مميزة في اتصالات في 2011 وكانت شركة ناشئة عاملة ضجة في السوق وقتها لما بدأت على في الظهور بكوادر هي الآن تدير اتصالات على مستوى العالم. يعني اتصالات الامارات واتصالات مصر هي نفس المجموعة. الناس دي الخبرات دي كلها لما فكرت في النادي الأهلي شوف انت حجم النجاح اللي حصل وقتها والنقلة اللي تم ما بين الطرفين. النهارده لما ارجع بعد 11 سنة يبقى انا حاسس بقيمة المكان اللي انا كنت معاه والكيان اللي انا ارتبطت بيه. اكيد هاصل لمرحلة وعندي فكري في هذه الشراكة ان انا اصل لنقطة انا بدور عنها. اكيد انا حاسب وعامل حساباتي بالورقه والقلم ودرست الكلام ده. ما جيش خدته كده اعتباطا يا استاذ ابراهيم. يعني ما قلتش ايه صحيت من النوم كلمت دكتور احمد يطلع احمد لو سمحت عاوزين نفتح مستشفى خلاص. ده انا عارف الراجل ده ناجح ويعرف يدير ويعمل مش انا هقدر اكلمه ولا صاحب المال وهو عنده الخبرات والكوادر وتاريخه وسمعته موجوده في السوق والناس كلها بتجيله من حوالين العالم بتدور تتصل بيه وتقول له انا جاي لك انا عايزك انا مرتبط بيك بس ماشي. ده جه من ايه؟ جه من سمعه، جه من استقرار اداري، جه من مجموعه يعني عايز اقول ايه تاريخ كبير جدا، تاريخ فيه الالتزام، تاريخ فيه كلمه التقاليد والمبادئ اللي بتضايق لبعض. اديه لبعض اللي هو ما يعرفش التقاليد هو ما حسهاش هو مش شايفها هي بتضايقه فبتعمل له مشكله. فلما اجي اقول لك تعالى اوريك المبادئ والتاريخ كان ازاي وفين المواقف كانت حاضره ازاي اقول لك واحد واثنين وثلاثه واربعه. شراكه انا بعتقد انها تكون نقله في سوق الاستثمار في مصر. شراكه مع نادي بحجم الاهلي بقول لك اهو هتشوف العائد والمردود والشغل اللي هيتم في كمان على قطاع التكنولوجي والنقله الكبيره جدا على التواصل الاجتماعي وعلى تويتر وعلى انستجرام وعلى كل الكلام ده هتشوف حاجه مميزه. وممكن الاهلي من الخامس ممكن ينتقل الى الاول. ده كلام مهم جدا. الاهلي ما ينتقلش للاول وما يحققش كل هذه الاهداف الكبيره الا لانه في ظهره جمهور قوي جدا كان جدير بانه الكابتن محمود الخطيب يوجه له التحيه الخاصه والشكر الخاص ويصفوا انه دائما السند الداعم للاهلي هو جمهوره. يا دكتور طبعا القيمه التسويقيه بتاعتك بتكتسبها من حجم الجماهيريه والشعبيه بتاعتك. دي نقطه مهمه. دور جمهور النادي الاهلي في دعم شركاء النادي مهم جدا ان عشان تنجح ده يعني ده نجاح للنادي ان الشركاء بتوعك تنجح ده نجاح للنادي فده دور جمهور النادي الاهلي. انا شايف اهم حاجه بقى في طبعا دي الاحصائيه قدامنا على الشاشه ان النادي الاهلي رقم 5 على العالم التوب 5 على العالم ده في اكتوبر 2022 رقم 5 على العالم بعد ريال مدريد وليفربول برشلونه. بصوا يا جماعه قيمه الاهلي شعبيته واصله انه مع مين انت بتتكلم في ريال مدريد الاول ده ريال مدريد الاول ليفربول برشلونه في الاكثر متابعه ثم برشلونه مانشستر النادي مانشستر يونايتد ثم الاهلي خامس انديه العالم الاكثر متابعه النادي الوحيد في الوطن العربي المتواجد في اول الخمسه. ودي حاجه بترد على الكلام اللي كان بيتقال قبل كده في 2005 اصل وكاله الاهرام اصل مش عارف ايه الكلام ده. الجيل الذهبي اللي كان موجود في النادي الاهلي كنت اي حد تقعد مع اي حد ما بيحبش النادي الاهلي او ما بيشجعش النادي الاهلي يقول لك اصل انتوا عندكم حسن حمدي وكاله الاهرام مش عارف ايه طب يا جماعه كابتن حسن حمدي مش موجود دلوقتي وكاله الاهرام مش موجوده عقود الرعايه اللي بتيجي دي بتيجي اللي بتتعاظم اللي بتزيد اللي بتتضحى. معلش يا دكتور معلش اخر عقد للاهرام كان 200 مليون النهارده انت بتتكلم في 2 مليون هقطع حاجه يا استاذ ابراهيم معلش انت تعرف انه نادي الزمالك عمل مع وكاله الاهرام وكل الكلام والتضليل اللي تم والتشويه والتضليل بصوره جريمه في حق وكاله الاهرام ان الزمالك عمل في تاريخه 14 بطوله وكاله الاهرام هي اللي بتلعب على نادي الزمالك دي على دلوقتي مستوى دلوقتي. لا انا بكلمك اهو على مستوى موسم الزمالك خد فيه دوري الاهلي تراجع فيه الزمالك خد فيه 3 دوري والاسماعيلي خد دوري والزمالك خد بطوله عربيه وخد دوري ابطال افريقيا كان برعايه مين الاهرام ده الكلام ده ما اتقالش دي بقى دي الغيره الاهراميه. خليني معاك في جمهور الاهلي طبعا الخمسه الكبار الخمسه في الخمسه الاوائل على العالم انت جمهور الاهلي ده شعبيه سواء على تويتر سواء على الفيسبوك سواء على الانستجرام سواء على اليوتيوب. النادي الاهلي شعبيته رقم واحد على العالم وعلى الوطن العربي ورقم 5 على العالم. فدي دورنا الفتره الجايه ان جمهور النادي الاهلي ان هو لازم يدعم بشكل اكبر. عايزين زي ما الاستاذ محمود قال
ان احنا عايزين نبقى رقم واحد في الفترة الجاية، ان احنا نعتمد الصفحات الرسمية بتاعة النادي الاهلي دي اللي الشركات بتحسبها. يعني النهاردة لما بتعمل لايك على صفحة النادي الاهلي الرسمية سواء على الفيسبوك او على تويتر او كده، دي مهمة، دي بتفيد النادي في الدعاية. في لما تيجي الشركات بتحسبها بتبص على المكسب اللي هتعمله النهاردة، لما بينزل مثلا اعلان لاتصالات مصر على الصفحه بتاعه النادي الرسميه شوف كم واحد بيشوفها. لما بيبقى صفحه النادي الاهلي الرسميه بيبقى فيها 20 مليون 21 مليون 22 مليون، الشركه هتكسب قد ايه لما يبقى الاعلان ده بينزل على الصفحه؟ فالشركه عكس مثلا لما تروح صفحه في نادي مثلا بيبقى فيه 200000 300000 في مليون 2 مليون مثلا، مش هيستفيد زي ما الشركه هتستفاد لما تجي لها 20 30 مليون. فده بينفي مقولة ان اصل انتوا بطولاتكم كانت ايام حسن حمدي ايام عشان ماسك الاهرام الكلام ده. ده كل ده بيأكد يعني الكلام الفشل نفس اللي بيحصل دلوقتي. ما هي الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. النادي الاهلي على عادي رعاية، انت بتاخد بطولات سلة طايرة يد كله ماشي ما شاء الله، يعني الرعاية رقم واحد، البث بتفتتح فروع تانية زي التجمع الخامس، فالناس مش لاقي حاجة تتكلم فيها عن النادي الاهلي او توقعه، فهيوقعوك بيحاولوا ان هم ايه يتكلموا عليك لان انت ناجح، وده اللي بيعمله اداره النادي الاهلي غيره وحشه. وهذا النجاح ده النجاح اللي بيجذب كل الرعاه انه يقدموا على التشارك مع النادي الاهلي. شركاء لا رعاه كانت خلاصه مهمه جدا قالها المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركه اتصالات مصر في المؤتمر امبارح، نفكركم كلامه. السيد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العريق كابتن محمود الخطيب، السيد رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن هو الزميل السابق السيد سيف الوزيري، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسيد رئيس الشركة المتحدة للتسويق الأستاذ محمد يحيى، السادة الإعلاميين الأعزاء، والسادة الزملاء الأحباء في شركة اتصالات مصر. أنا النهاردة سعيد جدا، سعيد لأن الشراكة اللي بين الكيانين العملاقين كل في مجاله النادي الأهلي وشركة اتصالات جاية في وقت اتصالات مصر بتطلق فيه علامة تجارية جديدة، ومن حسن الطالع ان اللون الجديد للعلامة هو اللون الأحمر. ومش بس هي شراكة بين كيانين كبيرين، ولكن هي أيضا شراكة بين كيانين بينهم قيم مشتركة. كلانا في مجالنا بنؤمن إيمان كبير بالعمل الجاد لإطفاء السعادة وإثراء حياة الناس. النادي الأهلي في المجال الرياضي بشكل عام وخصوصا في كرة القدم، ولكن دور كبير في إثراء الحياة الرياضية في مصر وبمختلف الأنشطة، وشركة اتصالات مصر بمهمتها إن هي تقدم خدمات لتثري حياة الناس في عالم متغير. التغير والتقدم إلى الأمام هو سمة الحياة واللي احنا بنؤمن بيها في اتصالات مصر، وبنؤمن كمان بأهمية دورنا إن الخدمة اللي احنا بنقدمها يبقى ليها دور في إثراء حياة الناس. فهذا التوافق في القيم بيفرق معانا احنا جدا، وبيسعدنا وبيؤكد لنا ان احنا ماشيين في الاتجاه المظبوط. الفترة الجاية شركة اتصالات مصر هتعمل من خلال هذه الشراكة على نشر العلامة التجارية الجديدة، وحنعمل بإذن الله مع النادي الأهلي ان احنا نكون شريك تكنولوجي. احنا عندنا خبرات ممتازة ومجربة في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات المختلفة، والنادي الأهلي بما له من إمكانيات وثروة كبيرة من المحتوى الرقمي اللي احنا شايفين ان لينا دور نقدر نقوم به زي ما النادي الأهلي يشوف، وحنبقى موجودين في هذه الشراكة بشكل فعل ان احنا نقدم خدمات تكنولوجية جديدة بإذن الله.
مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، هم الفكرتين دول اللي في ذهني. وبكرر تاني سعادتي وشكري الاول لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، على راسه الكابتن محمود الخطيب، على الثقه وعلى الكلمات الواثقه الهادئه الجميله الداعمه لهذه الشراكه. وبشكر فريق العمل في شركة اتصالات مصر، لأن الحقيقة فريق العمل هو مصدر نجاح الشركة من ساعة ما دخلنا من 15 سنة، وهم يعني حجر السند لهذه الشركة. وبشكر شركة بريزنتيشن والشركة المتحدة على الدور الداعم لهذه الشراكة، وبشكركم جميعا والسادة الإعلاميين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الكلمة العبقرية في الكلام اللي قاله المهندس حازم متولي التوافق في القيم. وهنا يبان يا جماعة المردود المالي للاحترام، قيمة القيمة، قيمة انه في نادي بيحافظ على قيمه ومبادئه وصورته وسمعته وشكله. الكلام ده بفلوس، الاحترام هنا بفلوس ولا لا يقدر بثمن. التقاليد والمبادئ اللي بنتكلم عليها بتترجم لفلوس، لانه لما يكون حد مسؤول بقيمه الرئيس التنفيذي لشركه اتصالات مصر، واحده من اهم الشركات وكبرى الشركات في مجال الاتصالات، يعي جيدا اهميه التوافق في القيم. انا مش رايح التزم او اتعاقد مع مندوب هفا، انا مش رايح اوقع عقد مع شريك ممكن يسيء لصورتي، لا ده انا كبير فرايح لحاجه كبيره قوي، رايح لحد عنده منظومه قيم، عنده حرص على مبادئه، عنده صوره جميله عند الناس تخليني لما برتبط معاه يكون فيها هذا التوافق في القيم زي ما قال المهندس حازم متولي محمود. ما انا زي ما انت والراجل لخص الموضوع يا استاذ ابراهيم بامانه شديده، توافق القيم دي حاجه كبيره جدا، وانا شايف القيم والاخلاق دي حاجات لا تقدر بثمن ولا بمال ولا يسويها اي شيء في الدنيا. يعني دي حاجات في الانسان بتبقى موجوده معاه، بتديله بتزينه بتخليه زينه المجلس زي ما بيقولوا. ازاي تبعت كلمه المهندس حازم متولي؟ مبروك على اتصالات مصر النادي الاهلي، ومبروك على النادي الاهلي اتصالات مصر، ومبروك لجماهير الاهلي هذا العقد الكبير. وزي ما قلت لكم اوعى تكونوا فاكرين ان عقود الرعايه ديت هتسعد الاعضاء بس، لا هتسعد الجمهور، لانه هو الجمعيه العامه للنادي الاهلي في كل مكان. واللي كان الكابتن الخطيب في كلمته حريص كل الحرص بشكل واضح ان يوجه لهم الشكر، يوجه لهم التهنئه، يوجه لهم التحيه، وبيوصف جمهور الاهلي انه السند الداعم دايما اللي في ظهر النادي الاهلي عشان يحقق كل طموحات النادي اللي بتسعد بلده ووطنه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي شاغل نفسه فقط بانه ينجح، ينجح ويحقق اهدافه ويسعد جمهوره. والحقيقه نجاحاته حتى على المستوى التسويقي دائما او غالبا ما بتلقي تقدير معظم المراقبين والمحللين والنقاد الرياضيين والاعلاميين. الزميل محمد شبانه تحدث عن قوه الاهلي الجاذبه للاستثمار، نشوف. النهارده النادي الاهلي عمل مؤتمر صحفي بالاشتراك مع شركه اتصالات، واعلنوا عن تدشين رسمي لعقد الرعايه لمده 4 سنين. هاخد نقطه بس من اللي قالها الكابتن محمود الخطيب، كلمه لما قال ازاي يبقى عندك جذب للاستثمار، دي اهم جملة حط تحتها بقى مليون خط. الجذب ده بالتطوير، الجذب ده بزيادة رقعة وحزمة الـ 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 الشغل بتاعك عشان الراعي ينبهر. يعني كل ما تقول انا عندي فرع غير 2 غير 3 غير 4 غير 5، عندي فرقة بتكسب بطولة غير بتكسب بطولتين غير بتكسب 5، عندي الكورة والسلة والطارق يكسبوا غير لما اقول الكورة بس بيكسب، عندي قطاع ناشئين ضخم، عندي اكاديميات كتير، عندي جمهور بعشرات الملايين. كل دي عناصر جذب، ازاي تبنيها وترصها مع إدارة محترمة، مع إدارة تقدر قيمة ناديها، ودي أهم حاجة إن أنت تقدر قيمة المكان اللي أنت بتديره. عشان كده هتلاقي المليارات
ستنهي ادي اول مليار رسمي عن النادي الاهلي، سواء من الرعايه، سواء من استاد الكره اللي هيتبني ورعايته من الشركه الالماني، سواء من الفروع. وديتكم مثال على فرع التجمع الخامس اللي هيدر 4.5 مليار بس باشتراكات. بقول لكم انه في الاهلي الناس بتقدر قيمه اللي بيدروه الحقيقه. يعني استاذ محمود، ازاي الاهلي يكون جاذب للاستثمار زي ما بيقول محمد شبانه؟ اهم نقطتين ايه من وجهه نظر؟ اهم نقطتين الاستقرار الاداري. الاستقرار الاداري طبعا، الاستقرار الاداري ووضوح الرؤيه. انا عارف انا هقعد واتفق مع مين واتكلم مع مين، احترم تعاقداته ولا لا، هينفذ. انا دي حاجه. حاجه التانيه هي الحزمه، حزمه الفوائد اللي هيقدمها لي انا كراجل بعمل معاه شراكه. هديك فلوس هتديني ايه؟ هو هديك ايه يعني؟ لازم طيب اديك حاجه هتستفيد منها. ده ملخص مهم جدا. الاستقرار الاداري. وهنا يا جماعه يعني الاستقرار الاداري مش منحه حد بيديها لحد. لا طبعا، دي اجواء انت بتفرضها. انت طول ما انت ماشي صح محدش هيقدر يشكك في قدراتك، محدش هيقدر يستدرجك لاي نقطه غير قانونيه، مش هتتعرض لحل ومشاكل لان انت ماشي صح. وهنا اذكر انه مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اول ما بدات الدوره الاولى اللي فاتت مش ديت، كان اول قرار اخذوه علشان تبقى في رقابه مسبقه على كل اعمال المجلس، ما من مزايده او اي عمليه مناقصه او مزايده او اي ممارسه لازم تدعى ليها كل الجهات الرقابيه المسؤوله ابتداء. يعني وانت بتطرح بتحط الجهات الرقابيه في الصوره كامله، بحيث انك انت ما خدش انا مشوار واقطع طريق في الموضوع وافاجئ ان انا عندي خطا قانوني، فلا، في رقابه مسبقه ابتداء. فدي وفرت سلامه الموقف المالي، واعتقد كفلت للمجلس الحالي انه يعلم بكل الشفافيه والوضوح ارقامه وميزانيته وكل تفاصيله. الاستقرار الاداري جزء انت اللي بتخلقه وانت اللي بتفرضه، محدش بيفرض عليك الخلل الاداري. سوء الاداره هو اللي بيؤدي الى خلل، سوء الاداره والاخطاء هي اللي بتؤدي الى الحل و و و و فدي الحالتين محدش بيفرضهم عليك، ده اختيارك. دكتور احمد، الاستقرار الاداري عند محمود صبري، انت عندك ايه جاذب للاستثمار؟ شعبيه، تاريخ، بطولات. شعبيه تاريخ بطولات، شعبيتك، جماهيريتك قد ايه، وشعبيتك على المواقع التواصل الاجتماعي، التاريخ بتاعك ايه وانجازاتك ايه، وده برضو من ضمن حاجاته النجاح الاداري، وبعد كده البطولات. ده كلام مهم جدا وخلاصه كلام محمد شبانه عن فرص الاهلي الجاذبه للاستثمار زي ما قالها الكابتن الخطيب في كلمته واكد عليها شبانه. لكن كمان الاعلام الكبير والاهلاوي جدا تامر امين شاف عقد رعايه الاهلي ازاي. النهارده في القاهره كمان حدث خبر او حدث رياضي مهم جدا، وهو الاحتفاليه الكبرى اللي اقيمت في احد فنادق القاهره لتوقيع عقد الرعايه الكبير ما بين النادي الاهلي وما بين واحده من كبريات شركات الاتصالات في مصر، تحديدا اتصالات مصر، احتفالا بالعقد الرعايه الاكبر في تاريخ مصر. مليون مبروك للنادي الاهلي، شهاده ثقه وشهاده جوده وشهاده امتياز وشهاده تفرد وسبق جديده، العقد الرعايه الاضخم في التاريخ الرياضي. وده ان دل على شيء يدل على قيمه النادي الاهلي وقيمه العلامه التجاريه مش بس الرياضيه بتاعه النادي الاهلي. وطبعا لازم ابارك كمان لشركه اتصالات مصر، هذه الشركه الرائده اللي استطاعت انها تحقق يعني مساحه ممتازه في السوق المصري في سنوات قليله، واستطاعت انها تصل الى القمه بشكل ممتاز، وارتباط اسمها باسم نادي الاهلي ان شاء الله هيصب في نجاحات للقامتين الكبيرتين باذن الله. ده كلام مهم جدا من اعلام كبير يعي قيمه هذه الرعايه، ويؤكد تامر امين على انه هذا العقد بهذه القيمة مع هذه الشركة دليل جودة وامتياز وأيضا نجاح كبير. الأهلي أغلق ملف التعاقد بهذا الشكل، وزي ما قال الدكتور سعد الشلبي في بداية حلقة اليوم أنه بإذن الله تعالى تباعا سيعلن الأهلي عن بقية الرعاة، لأن أنت بتتعاقد مع 6 رعاة، فلسه أهلي في كتير جديد. طيب، مولد المونديال الأيام دي لا حديث يعلو على حديث المونديال وصوته. مصر مش هناك وخلاص
بقينا اعتدنا مع كل كاس عالم نقعد نكتر كل هذه المرارة ونبدأ نحاسب نفسنا ونبدأ نجلد الذات وغبنا ليه وما رحناش ليه. زي الأيام دي كنا في موسكو كان منتخب مصر في كاس العالم. عايز أقول لكم على حاجة، محمود صبري زي الأيام دي عشان تشوفوا بس الصحفيين بيتعبوا قد إيه، رايحين ورا المنتخب كنت أنا وهو وصديقنا العزيز أيمن بدرة، إحنا الثلاثة بس مع المنتخب في جروزني في شيشان، وبنسافر وراه بالطيارة لثلاث أربع ساعات عشان مرة نروح سان بطرسبورج مرة نروح موسكو وهكذا. نروح موسكو بالليل ننزل على فندق نلاقي الحجز بتاعنا اتكنسل. أيمن بدرة عمل راجل تكنولوجي قوي، حجز بالموبايل ومطمنين رايحين هنبات في موسكو عشان المباراة، نفاجأ إنه الحجز انتهى ونازلين بقت في خناقة صعيدي مع راجل سواق تاكسي. مش هقول لكم محمود صبري عمل فيه ايه بس خلاص، لكن الحقيقه لما تلاقي واحد صعيدي مش صعيدي في الجامعه الامريكيه، صعيدي في الكريملين بقى، يقف محمود صبري قدام الكريملين بعد ما تعب ويصرخ ويقول لك يا جله رجالتي فيك يا موسكو، انا مش لاقي حد فيك يا موسكو. ساعه كام؟ 8 ساعات. كانت لحظات صعبه. احنا غبنا المره دي ليه؟ 8 ساعات غبنا المره دي، مش عاوز اسميها بقى، مش عاوز اقول القرعه يعني عملت لنا مشكله كبيره جدا واقع يعني، عملتها السنغال جت في وشنا مرتين صعبه قوي. السنغال زي ما تقول بعد ما خدوا كاس الامم عندهم دافع معنوي اعلى منك، وتحس ان في نظرات عينيهم ان هم واثقين ان هم يكسبوك. يعني ايه يعني حتى الفيديوهات اللي عملها طبعا ساديو ماني والكلام ده اللي اتسربت واتعملت عملت مشكله. احنا زي ما تقول ما عرفناش يعني نجهز لمباراه القاهره اللي هنا. مباراه القاهره كانت اولا كانت عاوزه جمهور كوره. انت لما رحت هناك اتفاجئت بالاجواء، كان لازم تبقى عامل حساباتك ومعاك عيونك هتقول لك ايه اللي منتظرك كمان هنا. عايز جمهور كوره. جمهور كوره. لا جمهور كوره جمهور مولاد بقى. جمهور كوره يا شباب. جمهور مولاد. جمهور. لا جمهور الكوره. الكوره للجماهير. الكوره يعني مع كامل احترامي. اذا الناس الثانيه هتروح تاخدها فسحه ومعلش. غبنا علشان ما تعملناش كويس مع ماتش السنغال. لا ما تعملناش كويس بامانه شديده، ويعني الاداء هنا في القاهره رغم ان احنا يعني خطفنا هدف مبكر في اول 12 دقيقه وربع ساعه، بعد كده يعني الامور ما كانتش بالصوره السهله انك انت لازم كان تمتلك ان المباراه دي يتم تقسيمها، يعني انت بتقسم مباراك اي كاي مدير فني معلم كده وفاهم كوره بيبقى عارف هو عايز ايه. ليه؟ لانه اكيد عنده هو بطبيعته جايه له ورقه بتقول له خلي بالك انت لو ما عملتش كده هناك هتعمل، رغم انك انت هناك عملت مباراه كبيره يعني ايه، وكان عندك الفرصه انك انت برضو رغم كل الاجواء والشحن والجامع لانه كان لعيبه عندهم، لكن ما حصلش التوفيق ووصلت برضو لضربات الجزاء وكانت المشكله لما تهدر اول ركلتين. طيب لا شك هو احنا فشلنا نتيجه مباراه ولا نتيجه سيستم؟ لا انا شايف. طب انت ايه اللي خلاك تقابل السنغال؟ هو بسبب الفشل. انا شايف ان فيش فشل اداري، مفيش مشروع. السبب ايه؟ ان احنا ما كناش بنلعب ماتشات وديه في فتره من الفترات، وما كانوش اتحاد الكوره ما كانش عارف اصلا ان التصنيف ده بيفرق، وان بعد كده هيجي ان انت هيتعمل قرعه وان انت لازم تكون في التصنيف الاول. دي حاجه مهمه ان انت ما كنتش بتعمل ماتشات وديه، ما عندكش مشروع، ما فيش مشروع، ما فيش تخطيط. طب ما انا السعوديه كده يوم بيوم. السعوديه بتلعب من غير ولا محترف يعني، عاملين دوري سعودي محترم وشغالين بيه. المغرب عندهم مشروع المحترفين، تونس عندهم المحترفين، احنا عندنا ايه؟ احنا ما عندناش حاجه يعني، ما عندناش مشروع معين ماشيين عليه. فانت اللي خلاك فعلا انت اصطدمت بالسنغال اقوى فرقه في افريقيا، وده كان سبب الخروج ان احنا قابلنا اصعب فرقه، لو كنا قابلنا اي فرقه تانية كنا نقدر نعدي. لكن ايه اللي خلاك تقابل السنغال؟ ان انت ما عملتش ماتشات وديه او دوليه ان انت تعلي تصنيفك، ان انت تعلي تصنيفك في الفتره دي. كل همهم ان كان يقول لك اصل راحت اللعيبه، اصل مش راحت اللعيبه ايه، ما كان ان احنا لازم نعلي التصنيف عشان نبعد عن السنغال. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو المدرب، انا شايف ان كارلوس كيروش كان ساعتها المدرب، ما برضو ده كان مسؤوليه حتى له ما له وعليه ما عليه، ولكن انا شايف ان هو كان غير موفق في المباريات سواء مع السنغال هنا او هناك، كان غير موفق، وده كان برضو اختيار من اتحاد الكوره. فانا شايف ان اتحاد الكوره طبعا يتحمل جزء كبير من المسؤوليه. طيب. ولازم يكون في مشروع للفتره الجايه، لازم انت في 2024 احنا برضو، ودي الملحوظه المهمه في كاس العالم،
انت عندك اللاعب بيبقى 19 18 سنه زي اسبانيا جافي وبيدري اتنين بيلعبوا اساسيين وحوش في وسط الملعب صحيح. 18 و19 وانت لسه بتتعامل انهم ناشئين. 18 و19 سنه دول ناشئين ما بيلعبوش. طب ممكن يا دكتور في حد سالك يا استاذ ابراهيم في الكلام اللي قاله الدكتور يقول لك انا اذا خفت من السنغال ما اعرفش تكسبها هتروح تعمل ايه في كاس العالم؟ يعني مثلا سؤال لا يعني كمقياس اذا انت ما قدرتش تكسب المنافس الافريقي ليك هتروح تلعب في كاس العالم؟ يعني اللي حصل في روسيا كانت كل الطموحات رايحه وكان وقتها محمد صلاح لسه في حاله استشفاء بعد اصابته وده كان حاله ولعبت مباراه كبيره في الافتتاح امام اوروجواي وخسرت بس السنغال 18 على العالم. انا واخد بالي انت كان زي انا مش مختلف معاك بس بقدر التساؤلات الجمهور هو اللي بيسال الكلام بقدر. هل لو انت من الاول انت نفسك قيس عدد محترفينك قيس قوه الدوري لو كان عندك دوري منتظم وكان عندك محليين وكانش عندك محترفين بالصوره اللي انت شايفها دي وعملت اللي ما حدش عامله صح ما عرفش توصل كاس العالم سواء اللي ما نعرفش اللي حصل في موضوع الجزائر يعني 3-1 و2-0 وحدوته باين يعني ما فيها لعب على فكره تمت يعني بشكل او باخر وده كان يعني الجيل الافضل عندك ما راحش كاس عالم رغم كل اللي عمل انت يعني تعبنا من كتر الكلام واذا ما كانش في اخلاص للنوايا لهذا الوطن ويبقى في هدف انه يبقى عندك مسابقات محترمه وانه العدل يبقى سايد بين الجميع وانه ما فيش كبير ما فيش صغير وان كل واحد ياخد حقه اذا ما كانتش هذه الحاجات دي موجوده لن يكون لك مكان في الكره العالميه. طيب احنا عندنا نموذج دلوقتي للنجاح اذا كان قطر نالت هذا التقدير العالمي الكبير الحقيقه في هذا التنظيم الرائع لكاس العالم فالاروع منه ان هي فرضت مقومات الثقافه العربيه والشخصيه والهويه على كل ضيوف المونديال بما فيهم رئيس الفيفا نفسه بكل قيمها. لكن كمان النموذج الكروي المهم جدا السعوديه. السعوديه كسبت الارجنتين. هيرفي رينارد عرف ازاي يكتف ليونيل ميسي. المجموعه الثالثه يا دكتور احمد في استعراضك. السعوديه طبعا عامله مشروع محترم جدا، اولا اختيارهم للمدرب هيرفي رينارد، هيرفي رينارد نجح مع زامبيا وكوت ديفوار ان هو ياخد معاهم كاس افريقيه، نجح مع المغرب في كاس العالم من 2000 ان هو يوصلهم كاس العالم في سنه 2018 كان بقالهم 20 سنه المغرب ما وصلتش كاس عالم. النهارده في السعوديه بيقود السعوديه في كاس العالم وبيكسب الارجنتين، دي تعتبر اكبر مفاجاه في يمكن اكبر من مفاجاه كمان ان اليابان كسبت المانيا وان السعوديه ما كانش في حد اصلا في العالم يتوقع ان السعوديه تكسب الارجنتين والسعوديين نفسهم طبعا بس طبعا ده فكر مدرب الرهان اللي عمله هيرفي رينار ان هو كان بيلعب اختار ان هو يلعب بخط دفاع عالي اللي هو الهاي لاين ديفنس اللي هو مصيده التسلل في خطوط متقاربه نجيب بس الصوره بس كمان اللعيبه عملتها كويس قوي وواضح ان هم متدربين متجهزين بدنيا صحيح. ونفسيا وتكتيكيا واضح صحيح. جدا ان هم متدربين عليه ذهنيا اللعيبه في حاله تركيز 100% طول الماتش ودايما انا بقول الكره رهان يعني طبعا. كمدرب رهان انت بتراهن على تكتيك معين ودي جرأه من المدرب والناس تقول لك طب ما الدفاع العالي ده قدام الارجنتين ممكن كانوا يتغلبوا لا بس الرهان بتاعه نجح ان انت بتلعب بدفاع عالي حتى لو نشوف الصوره اللي معانا هنلاقي ان هم متقدمين خالص على حدود الدايره بتاعتهم تقريبا قريب جدا على قوس دايره منطقه الجزاء ادي الصوره اهي وفي وسط الملعب كمان بص حضرتك ده الدفاع العالي يعني بص الدايره فين الاربعه واقفين بالاربعه واحد اربعه واحد الخطوط متقاربه جدا في مسافه حوالي 20 او 25 متر والدفاع العالي معتمد على يمكن لعيبه الارجنتين وقعت في مصيده التسلل حوالي 7 أو 8 مرات في الشوط الاول تحديدا كمان توظيفه للجناح الايمن فراس البرايكان ان هو بيغلق مسار يعني مسارات التمرير ودايما بيغلق العمق دايما هو عايز يعمل ايه كده بالطريقه بالصوره اللي قدامنا على الشاشه ان هو عايز لعيبه الارجنتين تلعب على الاطراف انا عايز اقفل العمق والعبوا انتوا على الاطراف او اوقعكم في مصياده التسلل كان المباراه كده تحديدا في الشوط الاول قدر الارجنتين يسجل هدف من ركله جزاء احرزها ميسي طبعا ولكن في الشوط الثاني هيرفي رينار هنا شخصيه الفريق السعودي وشخصيه البطل او شخصيه الفريق الكبير ان هو يقدر يرجع قدام منتخب الارجنتين اللي موجود فيه ميسي وديماريا والنجوم الكبار الموجودين دول ان هو يخطف في الشوط الثاني وده كان واضح انه ده عامل سيناريو او حاطط تكتيك معين او مقسم الماتش ان انا خرجت 1-0 خرجت 0-0 هبدا الشوط الثاني ادي برده نفس فكره الدفاع العالي اهو الخطوط الثلاثه المتقاربه ولاعيبه الارجنتين برضه بتحاول ان هي تلعب على قوي. الاطراف هنا الشوط الثاني لعيبه السعوديه نزلت خطفت
برضو نفس الشكل اهو، ادي الدفاع العالي ولعبت الارجنتين واقعه في مصيده التسلل. كل الصور دي بتوضح الفكره اللي كان بيطبقها هيرفي رينار قدام الارجنتين. الشوط الثاني قدر ان هو يخطفهم من خلال سرعات بقى واستغلال سالم الدوسري، واحد زي سالم الدوسري افضل لاعب في اسيا، لعيب مميز وجاب هدف بصراحه واحد من احلى الاهداف في المونديال. صحيح. طيب ده كان يا جماعه فوز مهم جدا، استحق رده فعل عاليه قوي. يعني الحقيقه الشعب المصري على كل القهاوي حتى لما تشعر انه كانه منتخب مصر اللي بيلعب، واحده من اكثر مظاهر اللحمه العربيه اللي بين الجماهير المصريه مع الجماهير السعوديه الشقيقه. الجماهير المصريه تابعت المباراه كانها فعلا منتخب مصر اللي كسب، ما قالوش ابدا عن الحماسه العربيه اللي كانت موجوده في المدرجات اللي فيها ظاهره هائله جدا وكانه جامعه الدول العربيه لم تجتمع ولم تجمع على شيء قد مدرجات الكوره. شفنا الجاليات العربيه كلها من كل الدول العربيه اللي موجوده في الدوحه كلهم في مسانده المنتخب السعودي، عشان كده كمان رده الفعل في السعوديه كمان كانت مهمه جدا، استحقت انه تاني يوم يكون اجازه في المملكه. رده الفعل الاعلاميه في السعوديه والرسميه يرصدها معانا الزميل والكاتب الصحفي الاستاذ علي مسعود ومسؤول تحرير جريده مكه السعوديه. مساء الخير يا استاذ علي. مساء النور استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمود صبري والدكتور احمد ثابت والعشاق ومتابعي قناه الاهلي. ألف مبروك للأخضر، والحقيقة يعني مستوى أداء شرف الكرة العربية جدا جدا، بس قول لي أنت شفت ده إزاي وردات الفعل الإعلامية رصدتها إزاي؟ بالتأكيد ربنا يبارك فيك ويبارك في أعتقد الكلام اللي أنت قلته بالنسبة ردة فعل الشارع المصري وردة فعل الشوارع العربية بشكل عام كانت الأبرز اللي بيتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هنا في السعودية. أعتقد يمكن كان في عنوان كتب في إحدى الصحف أو أعتقد صحيفة أو قناة سي إن إن قالت إن فوز السعودية وحد العرب. لا يمكن كان يجسد فعلا اللحمة العربية أو يجسد الفرحة اللي كانت موجودة على مستوى السعوديه. كان المشهد الاجمل اللي تناقلته برضه وسائل التواصل الاجتماعي على مدار ال 48 ساعه اللي عقبت المباراه، سجود ولي العهد الامير محمد بن سلمان، الرجل الملهم اللي كان له دور كبير جدا في الفوز ده من خلال قبل المنتخب السعودي ما يسافر قطر باربع اسابيع تقريبا، اجتمع بيهم وقال لهم احنا عارف واحنا في مجموعه صعبه جدا، معانا فريق مرشح لكاس الفوز بكاس العالم ارجنتين وفريق مكسيك وبولندا، فانا مش طالب منكم فوز واعتقد التعادل هيكون صعب جدا، انا عايزكم تلعبوا براحتكم تلعبوا مرتاحين استمتعوا بالماتشات، احنا لو خسرتوا الماتشات الثلاثه ورجعتوا مش هنزعل منكم. ده كلام مهم، خلصهم من اي ضغوط. بالظبط، يمكن دي كانت نقطه البدايه اللي هي خلصت المنتخب السعودي من اي ضغوط ورفعت من على كاهلهم كتير جدا من الامور اللي كانت ممكن تصعب المسؤوليه عليهم داخلين وهم ما عندهمش اي مشكله دي اساسا. بعد المباراه مباشره كان في لقطه يمكن شيرها ابن الملك سلمان الصغير فهد اللي هي لقطه لولي العهد وهو بيسجد بعد هدف سالم الدوسري الهدف الثاني فاز هدف الفوز. اعتقد دي يمكن اكثر لقطه تناقلها الشعب السعودي بينه وبين بعضه في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار ال 48 ساعه الاخيره. طبعا زي ما انت ذكرت ان الخادم الحرمين الشريفين امر بيوم يوم الاربعاء اللي هو امبارح اجازه للقطاع العام والخاص والعاملين في الدوله كلهم. المساله لم تتوقف عند كده، يمكن الافراح في الشوارع ما اوقفهاش غير النهارده اعتقد في سيول في مدينه جده، سيول جرفت الاشجار والسيارات ودي يمكن شويه اللي الناس توقفت عندها شويه وقللت من تناقل الاخبار عن المنتخب السعودي. طبعا من حق المنتخب السعودي انه يفرح ومن حق العرب كلهم يفرحوا بمنتخب عنده رباط جأش وعنده شجاعه ولعب بنديه امام المرشح الاول لكاس العالم. وبالمناسبه على فكره في مشهد برضه مهم جدا، في لاعب في المنتخب السعودي اسمه علي البليهي لاعب نادي الهلال ولاعب وسط في المنتخب السعودي، قبل المباراه بيوم واحد فقط في المؤتمر الصحفي بيسالوه بيقولوا له انتوا ايه المنتخب السعودي طموحه ممكن يعمل ايه قدام الارجنتين؟ قال لهم نفوز. يمكن كانوا اللي موجودين في المؤتمر سخروا بشده من الكلام اللي بيقولوا، قالوا انت هتلعب قدام ميسي ودي ماريا ونجوم الارجنتين.
قال لهم احنا 11 لاعب وهم 11 لاعب وهم مش احسن منا في حاجه. اعتقد ان السخريه اللي تبعت كلام علي البليه تحولت في اليوم الثاني لاعجاب وتحولت لواقع، وده اعتقد يمكن بقى منهج السعوديين في حاجات كتيره خلال السنين اللي فاتت دي، مع النهضه اللي بيشاهدوها مش في الكوره بس، في حاجات كتيره جدا. فده المشهد بشكل عام هنا موجود هنا. طيب دور المدرب بقى هيرفي رينار، واضح ان هم محتفظين بيه بقى لهم 3 4 سنين تقريبا ومستقرين عليه. يعني الدكتور احمد ثابت كان بيتكلم من شويه ان الكره المصريه تفتقد المشروع، بينما مثلا المنتخب السعودي واضح ان عنده مشروع سواء في المسابقات المحليه والانضباط اللي فيها او على صعيد المنتخب. انت زي انت راصد التفاصيل دي؟ بالتاكيد بالتاكيد المدرب هيرفي رينار اعتقد يمكن اكثر مدرب استقر مع المنتخب السعودي، تعاقدوا معاه في شهر يوليو 2019، يعني تقريبا معاهم دلوقتي من 3 سنين و5 شهور او 3 سنين ونص. الاهم من كده ان هم في شهر مايو اللي فات جددوا معاه لسنه 27، يعني جددوا معاه 5 سنين لقدام. ماشي، ده دليل على ان هم مقتنعين بشيء بشكل كامل، ودليل على الثقه الكامله الموضوع فيه. رينارد خاض 37 مباراه مع المنتخب السعودي، كسب في 20، تعادل في 10، خسر 7 مباريات فقط. اعتقد ان يمكن في فيديو برضه كل تناقله اللي هو اللي حصل اللي عمله ما بين شوطين، يمكن اعتقد كان على صعيد واسع جدا الناس تناقلته. المدرب ما بين شوطين مباراه السعوديه والارجنتين غير شكل، يعني طلعهم بمشاعر مختلفه. طلع الفريق اللي طالع وهو خسران بهدف وخايف يخسر ب2 و3 و4، طلعهم كلهم اسود في الملعب، واعتقد ده مدرب حماسي جدا. قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه؟ انتوا بتلعبوا تمرين؟ انتوا ما تنسوش ان في 35 مليون بيشوفوكوا، 60,000 مشجع جم وراكم من السعوديه، لاول مره والدتي وعندها 80 سنه بتتفرج على الماتش من المدرجات. كلام حماسي جدا، يمكن كان ضيق المسافات او ضيق المساحات على اللي في قلب اللاعبين، وطلع الطاقه الكامله اللي جواهم. قال لهم انتوا ايه اللي بتعملوه؟ يعني اعتقد فوقوا الكلام الحماسي اللي قاله بعصبيه شديده جدا، وكان دخل كل لاعب وخلى كل لاعب طلع وهو عايز يستنفر كل قواه. اعتقد مدرب بهذه القيمه كان من حقهم انهم يتمسكوا بيه. طبعا هو فهم عجينه اللاعب السعودي بشكل جيد، لعب على مساله ان هو ياخد اللعيبه المتجانسه. يمكن اعتقد الفريق اللي لعب قدام الارجنتين كان فيه 8 لاعبين من الهلال للفريق كامل، يعني 9 من الهلال، 9 من الهلال، 9 من الهلال، واحد من الشباب واحد من الفتح. ده دليل على انه عرف انه يقدر يجيب فريق متجانس في الدفاع وفي الهجوم يقدم المستوى اللي شفناه كلنا قدام الارجنتين. طب دول نتاج مسابقه محليه، ازاي مقومات التفوق اللي فيها؟ لان احنا بنتكلم باستمرار حتى في التفوق الافريقي بنقول عشان عندهم محترفين في الخارج وعندهم احتكاك اوروبي. ازاي المسابقه السعوديه، ايه ابرز ما يميزها علشان تخلق مجموعه تقدر تظهر بهذا الشكل؟ اهم نقطه تميز المسابقه السعوديه اعتقد على مدار يمكن 10 سنين اللي فاتوا، مش وليده اليوم، اللي هي الاحترافيه الشديده جدا. يمكن احنا بنجيب دلوقتي رئيس لجنه الحكام كلاتنبرج الانجليزي، كلاتنبرج، من 2015 رئيس لجنه الحكام في السعوديه، وكان في التوقيت نفس التوقيت كان بيحكم برضه في الدوري السعودي، وفي نفس الوقت هو رئيس لجنه الحكام. الاحترافيه الكامله، الانفاق المالي الكبير جدا على الانديه وعلى المسابقه. الدوري السعودي هو الاعلى في المكافئات، البطل بياخد اجمالي ما يقارب 10 مليون ريال. اعتقد في ظاهره اعتقد لم تعد سرا، يعني يمكن ان في قرار اتخذ من 3 4 سنين بابعاد الامراء عن الانديه، وان اللي يبقى فيه عداله كامله على اساس ما يبقاش يبقى رئيس اتحاد الكره عنده مساحه حريه كامله، ما يقدرش يبقى في حد اعلى منه. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم تنبهوا مبكرا جدا لمساله سرعه اتخاذ القرار. الدوري السعودي بعد كل جوله لجنه الانضباط بتنعقد بعد اقل من 72 ساعه، بتاخد قرارات صارمه جدا، فيها غرامات لرؤساء انديه، فيها رؤساء انديه بيعاقبوا رؤساء الانديه كتير، رؤساء انديه غرموا 300,000 و500,000، في رئيس انديه اتمنع من انه يدخل ماتشات، يعني في
في قوة جدا في القرار، في مساندة من اتحاد الكرة، ومن المساندة كمان من اتحاد من قبل اتحاد الكرة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة بيقف على رأسها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أحد أبناء الملك أو حفيد الملك فيصل، وهو على فكرة يعني بالإضافة لأنه وزير الشباب والرياضة هو بطل راليات حتى اللحظة. ماشي، القوة والحزم أما بيجتمعوا في حاجة واحدة بتبقى، وبالإضافة للإرادة طبعا، الإرادة أهم حاجة. ويبقى في إمكانيات، النتيجة مبهرة. صحيح. بنقول احترافية كاملة مع إنفاق، مع ضوابط ونظام بتولد بالتأكيد مسابقة محلية. أعتقد هم السعوديين بيقولوا كده، وأعتقد الكل بيشهد بكده، إن مسابقة السعودية هي المسابقة الدوري السعودي، هو الدوري الأقوى عربيا، وإن لم يكن يعني في شرق غرب أفريقيا. طيب عربية. الدكتور أحمد ثابت كان عايز يسأل على حاجة يا أستاذ علي. في البداية مبروك طبعا كسر سلسلة اللاهزيمة للأرجنتين 36 مباراة، بس عايزين نطمن على الإصابات دلوقتي. ياسر الشهراني طبعا مش هيلعب، وسلمان الفرج مصاب يوم السبت ماتش السعودية قدام بولندا. هل ممكن يكون في تعويض للعيبة دي، خاصة سلمان الفرج ده واحد من أحسن اللعيبة في وسط الملعب، وياسر الشهراني طبعا في الباك ليفت، فمين اللي هيبقى ممكن اللي يقدر يعوض الناس دي؟ صحيح، سلمان الفرج طبعا لعب الشوط الاول فقط في مباراه الارجنتين واصيبه ومكملش الشوط الثاني. ياسر الشهراني كانت اصابته عنيفه لدرجه اصطدم في ركبه اللاعب اللي هو محمد العويس حارس المرمى، واعتقد كان الاشعه انتشرت كمان بشكل كان مزعج جدا، كسر في الفك واسنان كتير وقعت، وتعمل اتاخد بطياره خاصه وتعمل عمليه يمكن في نفس ليله المباراه او صباح ليله صباح اليوم الثاني. ماشي، اللعيبه الاثنين اعتقد يعني مش مؤثرين برضه بالقدر اللي هو يعني مش يعني. اعتقد سلمان الفرج في كتير ماتشات في الفتره الاخيره كان بيلعب احتياط، ياسر الشهرين نفس القصه، المنتخب شبه متكامل، والمدرب هيركي رينارد قال برضه في تصريح ان انا ما عنديش اساسي واحتياط، انا عندي القايمه كامله تقدر تأدي وتقدر تأدي بنفس المستوى. استاذ محمود عايز تسال على حاجه؟ استاذ علي الف الف مبروك. و انا عايز بس استاذ ابراهيم اقول حاجه بس. اتفضل. اخيره بس. اتفضل. وده يعتبر خبر مهم. ان طموحات السعوديه لم تتوقف دلوقتي على مساله ان هو يصعد لدور ال 16 او انه يبقى عنده امال كبيره. الطموحات علت جدا بره الملعب. اعتقد في خبر مهم جدا ان السعوديه بتجهز ملف لتنظيم كاس العالم 2030. وده هيبقى مهم جدا ليها، لانه جاي في توقيت اكتمال رؤيه المملكه اللي هو 2030. ورغم ان النهارده في حوار في السي ان ان مع وزير الشباب والرياضه الامير عبد العزيز بن تركي، وسئل انك ممكن السعوديه تقدم 2030، اقول لهم حتى اللحظه ما فيش، لكن اعتقد بل اكاد اجزم ان السعوديه مجهزه ملف قوي جدا لتنظيم كاس العالم 2030. بس ده خبر مهم جدا، واعتقد كمان السعوديه حتى النصر السعودي بدا يفكر في استخدام كريستيانو رونالدو، فواضح انه لا، المسابقه السعوديه هتبقى جاذبه بشكل قوي لنجوم في حجم رونالدو وربما ليونيل ميسي كمان. ده صحيح. شكرا جزيلا للزميل العزيز الاستاذ علي مسعود، مسؤول التحرير بجريده مكه السعوديه. اعتقد السعودية حصلت نقلة كبيرة يا دكتور أحمد. طبعا السعودية كمان الماتش الجاي عندها بولندا يوم السبت، هيلعبوا بولندا والأرجنتين هتلعب المكسيك، مهم جدا إن هم ما يخسروش قدام بولندا. هم لو كسبوا بولندا صعدوا أول المجموعة، تأهلوا رسميا خلاص. أول المجموعة تأهلوا رسميا. لو التعادل برضو نتيجة مش وحشة يعني. التعادل ده نتيجة جيدة جدا، لو تعادلوا مع بولندا يعني أهم حاجة عدم الخسارة من بولندا، لأن لا قدر الله في حالة الخسارة بترجعك لنقطة صفر، لأن الأرجنتين مش هتسكت. الأرجنتين على فكرة الأرجنتين ممكن ترجع. الأرجنتين دايما تكسب البطولات على طول. الأرجنتين دايما بطولات كأس العالم البطل بيتدرج تدريجيا في المستوى، مش شرط ان هو يبقى بادئ مستوى بيعلى مع البطولة فالأرجنتين ممكن تبقى كده، خاصة ان هي مش هتسكت في ماتش المكسيك ده، هيبقى يعني لازم تكسب عشان الأرجنتين ترجع. والسعودية اسبانيا خسرت في افتتاحها 2010 طبعا، وكسبت المونديال في ده كلام مهم جدا. مباراة السبت في منتهى الأهمية، السعودية مع بولندا والارجنتين مع المكسيك. عاوز اخد نقطه بس من الان استاذ علي مسعود في مساله تنظيم 2030. 2030 يعني ممكن كنا انفردنا بالخبر ده في الاهرام من اكتر من شهرين، انه في وكمان مجله التايم قالت انه في ملف بيعد ملف ثلاثي
ما بين مصر والسعودية واليونان انه لتنظيم هذا الحدث الكبير. لكن انا عايز اقول انه في سر في اللي حصل ما بين السعودية والارجنتين. اولا منتخب الارجنتين على ما يبدو لم يحترم المنتخب السعودي بالصوره المطلوبه، يعني نازل وفي حاله من الاستهانه استهان بالامر فدفع الثمن. نطلع الفاصل جدا. وبعد الفاصل نتحدث عن الكثير من تفاصيل كاس العالم. اهلا بحضراتكم من جديد. اذا كان منتخب السعوديه استحق كل التحيه على هذا الاداء الرائع جدا والحماسه الشديده اللي ادى بيها مباراته مع الارجنتين وحقق المعجزه الحقيقيه انه يكسب التانجو، منتخب قطر او قطر الدولة حتى الآن تستحق كل أوسمة التقدير على هذا التنظيم الرائع، لكن بعكس المستوى العالي في التنظيم كان مستوى أداء العنابي في مباراة الافتتاح. خسر من الإكوادور 2-0 في المجموعة الأولى، بينما فازت هولندا على السنغال 2-0 أيضا. يا دكتور بكرة الجمعة قطر والسنغال وهولندا والإكوادور. أستاذ محمود، خسارة قطر للمباراة الأولى يأثر في مسارها؟ طبعا أثر، لأنه كل الحسابات اللي اتقالت أنه مش هكون واقعيين أنه تم اختيار الإكوادور على أنه منتخب المنافس الأقل الأرحم، وهي لعبت معاه أعتقد في كوبا أمريكا وكسبته 4-3 على ما أعتقد. مباراة كانت مباراة مهمة جدا. بأمانة شديدة أنا على المستوى الشخصي صدمت في المستوى اللي قدمته قطر، لأن أنا شفت منتخب قطر حتى لو أنت جيت قلت لي أسو كاس آسيا، لا كاس آسيا بطولة قوية جدا وقدم فيها المنتخب القطري مستوى رائع جدا بما يملكهم اللعيبه جيدين جدا. على ما يبدو يعني ممكن يكون النتيجه خدت عين العين اللي كانت تاخدها قطر في الافتتاح والمنظر البديع اللي قدمته. اللعيبه نزلت وكانها نصر كوره، يعني مش دول لعيبه المنتخب القطري. مباراه على فكره مباراه قطر والسنغال مباراة مفصلية، هتشوف جهد وكمية جري وكبيرة جدا. وعلى فكرة الجمعة مستوى بكرة مستوى السنغال ما يخوفش من يعني مستوى السنغال. انا شايف ان السنغال لاعبة بنص القوة بتاعتها، لانه ساديو ماني فارق كتير جدا. هتقول لي كمية جري، انا شايف ممكن تبقى مباراة قوية، ممكن يبقى فيها مفاجآت، وممكن منتخب القطر يا يعود يا يودع البطولة. السنغال في المتناول؟ السنغال فريق قوي، يعني هو قدم اداء كويس بصراحه قدام هولندا، ولكن السذاجه الافريقيه في اخر 7 دقائق من ادوارد ميندي هو اللي خلص على السنغال. تفضل مستني الغلطه دي. فهولندا قدرت ان هي تخطفهم في اخر 7 دقائق بجونين كده غلطه ميندي. لكن السنغال قدمت اداء كويس، بس عندهم مشكله في الحته الاماميه في اللمسه الاخيره، ان ساديو ماني غيابه فارق معاهم كتير بصراحه. قطر ما بين توديع المونديال مبكرا بكره وما بين الفرصه الاخيره. الماتش زي ما الاستاذ محمود قال ما بين قطر والسنغال بكره ده المصير. اهم ماتش بكره، ماتش مصيري، يا تفضل يا تمشي. هيبقى واحد فيهم هيودع المونديال، هيبقى اول فريق يودع المونديال فيه. اللي هيخسر ماتش اللي هيخسر فيهم هيودع المونديال. هتعمل رقم هتعمل رقم بكره الدوري المنظمه، هتعمل جنوب افريقيا ان شاء الله خير باذن الله، يتجاوز ان شاء الله. طيب مباراه صعبه طبعا، دي المجموعة الأولى، قطر مع السنغال وهولندا مع الإكوادور. أيضا الحضور العربي، لأنه الحقيقة يمكن حد من الظرفاء قال لك لا ده بقى كاس العرب مش كاس العالم. على ذكر التألق للمنتخبات العربية، السعودية ثم المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. التونس أيضا يا دكتور بتتعادل مع الدنمارك 0-0 المجموعة الرابعة، ويوم السبت عندها مباراة صعبة مع استراليا، بينما فرنسا اللي اجتاحت استراليا 4-1 هتلعب الدنمارك. فرنسا والدنمارك فرنسي الرهان، هل تونس تقدر تتدارك الامر؟ التعادل الاولاني انت شايفه ازاي؟ تعادل ممتاز، الدنمارك فرقة قوية جدا، كسبت فرنسا في التصفيات رايح جاي، تعتبر الحصان الاسود، كان الناس مرشحة ان هي تبقى الحصان الاسود في المونديال. تونس قدمت اداء كويس خاصة الشوط الأول، كانوا يقدروا يسجلوا، يمكن جات فرصة لعصام الجبالي اللي هو مهاجم تونس كان يقدر يسجل منها. أيوة. بس عندها مشكلة في اللمسة الأخيرة، يعني تونس مثلا كان استحواذها 39% مقابل 61% للدنمارك، سابوا الاستحواذ للدنمارك. المحاولات تونس عاملة محاولات أكتر من الدنمارك، تونس 13 الدنمارك 11، المحاولات الصحيحة كام لتونس؟ واحدة بس من 13. فده بيأكد ايه؟ غياب اللمسه الاخيره. عجبني قوي اللعيب اللي قدامنا الصوره على الشاشه ده، عيسى العيدوني، لعيب الارتكاز، وفي ظاهره يا استاذ ابراهيم وهي تألق حراس العرب في المونديال. حارس تونس ايمن دحمان حارس الصفاقسي السعوديه، وحارس السعوديه طبعا
محمد العويس مقدم اداء كويس جدا، وحارس المغرب ياسين بونو. ظاهره تالق الحراس العرب حاجه ممتازه برضه. في بالنسبه لتونس ايمن دحمان مقدم اداء ممتاز جدا حارس المرمى. الياس سخيري وعيسى العيدوني في وسط الملعب هايلين، هايلين الدفاع برضه، سواء منتصر الطلب ياسين مرياح ديلان برون، الثلاثه هايلين. ربنا كافئه دحمان على فكره، كافئه في الكره اللي في الدقيقه 85 اللي هي اصطدمت بالقائم، تحس ان القائم اتحرك كده. الكره دي كله توقف انها جول، يعني حاجه سبحان الله، كوره غريبه جدا. فبصراحه لا يعني في جهد كبير جدا، في صده معانا ليه صده حلوه. دي دول الثلاث حراس المتالقين طبعا، اللي فوق محمد العويس حارس السعوديه، وايمن دحمان اللي في النص حارس تونس، واللي تحت ياسين بونو حارس المغرب. ودي ظاهره تعتبر تالق العرب، سبقهم محمد الشناوي في مونديال 2018 لما اخذ رجل المباراه، كان اول حارس عربي ياخد المان اوف ذا ماتش في مباراه اورجواي. والحضر سجل بنفس الرقم محمد الشناوي في الموضوع. لا والحضر، الحضر كحارس مرمى صاحب الرقم القياسي لاكبر اللاعبين سنا في كاس العالم طبعا. طيب اذا ان انت يوم السبت تونس مع استراليا، دي بتاع محمد الشناوي قدام اورجواي رجل صحيح. في 18 تونس مع استراليا وفرنسا مع الدنمارك. تونس مع استراليا توقعك ايه؟ ان شاء الله تونس تكسب باذن الله. تونس هتكسب. علي معلول وزمايله يعدوا؟ انا اتفاجئت انه علي معلول ما بداش المباراه اللي فاتت، ده مانا شديد. صح، هو يعني جايب لعيب محترف، بص كلها وجوه جديده، يعني تحس المنتخب تونس اتجدد بنسبه كبيره جدا. عنده دكه كويسه، خبراته موجوده. مباراه استراليا في غايه الصعوبه، مباراه مش سهله خلي بالك برضو طبعا، لكن يعني لابد يكون في قمه التركيز، الاستفاده من التفاصيل الصغيره جدا. بامكان المنتخب التونسي يكون عنده التفوق ككره افريقيه قويه بخبراتها ومشاركاتها الكبيره، يعني ان شاء الله يستطيعوا ان هم يستفيدوا من الفرص ان شاء الله، ان هم يعدوا ان شاء الله المباراه دي، لانه الفوز في المباراه دي هيبقى حاجه كبيره جدا قبل مواجهه فرنسا، لانه فرنسا والدنمارك هبص تكسير عظام. بص الاثنين دول هيبقى اللعب على المركز الثاني ما بين تونس والدنمارك. لو فرنسا طبعًا كسبت هتبقى اللعب ما بين تونس فرنسا صعدت والتانيين يتخانوا على هتبقى ما بين تونس والدنمارك على المركز الثاني. وده تقريبا نفس الموقف في المجموعه السادسه، لان المجموعه السادسه الحقيقه اسود الاطلس بقى عملوا مباراه هايله جدا مع كرواتيا، تعادل الاشقاء في المغرب بمباراه رائعه مع كرواتيا، وعندهم مواجهه يوم الاحد صعبة جدا مع بلجيكا. منتخب مصر من نفسه في مباراة ودية في الكويت جرح لهم كبرياء بلجيكا، وحسس المغاربة انه البلجيك ممكن يكونوا في المتناول. هل في فرصة قوية للمغرب؟ طبعا الاربع منتخبات سواء بلجيكا ثلاث نقط، كرواتيا نقطة، المغرب نقطة، كندا ولا نقطة، انا شايفهم في مستوى بعض، فدي ميزة لأي فرقة، وهتظل المجموعة دي من وجهة نظر لغاية آخر دقيقة. يعني كندا اللي اتغلبت من بلجيكا، أنا شايف إن كندا كندا كانت عاملة أكتر من ضعف محاولات بلجيكا في الماتش. صحيح صحيح، وكندا قدمت أداء كويس، رغم كده بلجيكا كسبت برضو بفرق الخبرة. عندها حارس مميز زي كورتوا قدر يتصدى ركلة جزاء فقدر إن هو يكسبهم. طبعا كرواتيا والمغرب الفريقين برضو شايفهم كانوا في مستوى يعتبر في نفس، ما فيش فرقه تحس ان هي كعبها عالي على المجموعه. فهتحس ان يعني ممكن تلاقي مثلا المغرب تكسب بلجيكا، ممكن تلاقي كندا المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا، مش يعني مش شرط، ممكن تلاقي المغرب كسبت، ممكن تلاقي كندا كسبت، مش يعني الاربع فرق محدش يقدر يتوقع اي، لان هم كلهم في مستوى بعض، يعني ما فيش فرقه فيهم اعلى من الثانيه. فعشان كده كل الاربع فرق حتى كندا عندها فرصه في التاهل لسه. طبعا انا شايف المنتخب المغربي في حراسه المرمى طبعا ياسين بونو، واحد من ده المنتخب المغرب قدام كرواتيا كان برضو بيلعب بالاربعه واحد اربعه واحد، وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بيحاول ان هو يضيق المساحات وبيلعب في وسط ملعبه، قافل زوايا التمرير، بيستخدم يوسف النصيري دايما، عمله ترسانه في وسط الملعب بشكل كويس جدا، ان هم من خلال سفيان مرابط لعيب ممتاز، سفيان مرابط اللي في وسط الملعب ده اللي بيلعب في فيورنتينا الايطالي، عز الدين قناحي وام الله اللي هو في وسط الملعب، الثلاثه اللي في وسط الملعب قفلوا على بروزوفيتش وعلى مودريتش في وسط الملعب بشكل كويس، الثلاثه اللي هم الممتازين للدرجه ان كان مودريتش بينزل دايما ناحيه اليمين ويخلي الباك رايت زي ما احنا شايفين في الصوره كده هو اللي يزيد عشان يقدر يبني الهجمه، لانهم فشلوا في بناء اي هجمه قدام المغرب. يعني كرواتيا وصل استحواذها في الماتش ده ل 65%، ولكن عملوا كام محاوله؟ دون محاولات، اثنين محاولات صحيحه، اثنين محاوله صحيحه بس طوال ال 90 دقيقة على المغرب، وده يأكد نجاح المغرب في ان هي توصل، يعني ان هي توصل لمرمى المغرب اصلا. بس هي دي كرواتيا بتاعت 2018؟
لا أقل. صح. بس يظل النجوم موجودة، يظل النجوم موجودة. الكرة اللي فاتت دي سفيان مرابط شايلها من على الخط، عشان كده بتكلم انه مرابط ده اللي في وسط الملعب اللي هو شايلها من على الخط. طب انت ما شعرتش مع مانا، ما شعرتش انه الركنات خايف؟ لا هو هو خايف. طبعا صح خايف، بس عنده مشكله المغرب في التحولات، في النقل. سفيان بوفال بيزود الكره كتير جدا، ما ظهرش بشكل لسه، رغم ان هو لعيب مهاري ومن احرف اللعيبه في افريقيا. حكيم زياش برده لسه مش باين، يوسف النصيري المكلف بادوار دفاعيه بيقفل زاويه التمرير على لعيبه الوسط، فتحس لسه حته التحولات مش احسن حاجه. طيب المجموعه الخامسه، المانيا واليابان. المنتخب اليابان فاجئنا طبعا، وقدر يعطل الماكينات، ده لازم نحييهم، ومباراة كانت فعلا مثيرة طبعا. ده زلزال تاني في المونديال. رغم انه يعني التصريحات اللي صدرت واللي اتقالت، وكمان يمكن ابرز الناس اللي اتكلموا عن المباراة دي يعني جوزيه مورينيو، وقال ان الكرة الاوروبية بتتعامل بغطرسة وغرور، وانها تدفع ثمن، وانها دفعت ثمن، وان اليابان كانت تستحق الفوز لانه لعبوا باحترام واحترموا المنافس اللي قدامهم. قال ان المنتخب الالماني يعني لعب يعني في نوع من يعني الثقه الزايده، وشايف نفسه انه هيكسب المباراه في اي لحظه، لكن اليابانيين كان لهم راي تاني في المباراه لانهم كانوا تركيزهم في المباراه. لكن على ما يبدو يعني الالمان والحركه المخجله اللي عملوها بامانه شديده، يعني ربما يعني تركيز واضح ما كانش بالصوره المطلوبه. طبعا كل اغلب العناصر الموجوده في المنتخب الالماني كلها عناصر وجوه جديده اول مره يعني نشوفها، في عناصر بنشوفها في الدوريات، لكن النهارده المنتخبات بدات تجدد جلدها بشكل او باخر. يعني تشوف اسبانيا 18 19 و20 سنه، بتشوف المانيا كذا، احنا عندنا الناشئ بيبدا من 27 سنه، فالوضع هنا مختلف. مباراه صعبه جدا، كمان حطت المانيا في مواجهه الماتادور. هتبقى مباراة بص صراع وكمية جري في الملعب وهد كبير جدا، ربما تكون نهاية مبكرة للمنتخب الألماني. فأعتقد أن فوز استحقت عليه كرواتيا، كل استحقت عليه اليابان كل الاحترام بفضل شوف حجم الجري، شوف حجم السرعة في الكورة، شوف حجم التحرك، شوف حجم الـ يعني لعيبة انت بتعرفش بيجيلك من فين. يعني بأمانة شديدة لا، اليابان تطورت بصورة أخرى، زي ما قلنا على المنتخب السعودي واللي عمله مع الارجنتين لم يكن احد متوقع. وتصريح مدرب اليابان قبل المباراه قال بطلب الجمهور ان هو يسندنا، واحنا منتخب على قدنا، وهنلاعب يا جماعه منتخب المانيا الكبير. احنا النهارده انا يبدو الراجل قد لهم زي موسيماني كده، المسكنة. عارف انت المسكنه بتاعت الموس لما كان بيعمل حركه يقول لك احنا تعبانين ومعناش، لكن هنا في قدرات للتحفيز بامانه. هي دي المباريات دي هي اللي بتدي شكل وطعم وحلاوه لكاس العالم. يعني لما تبقى الفرقه الكبيره هي اللي بتفوز، لا انت عاوز برضو منافسه، مباراه واثنين اثنين وثلاثه اثنين واربعه ثلاثه. لا بص الادوار الجايه المراحل الثانيه هتبقى صعبه جدا على كل المنتخبات، خاصه صحيح. المنتخبات الكبيره. اعتقد ان الالمان انا من وجهه نظري يلموا بعضهم وكفايه كده بعد اللي عملوه، وروحوا المانيا ولهم متشكرين خلاص. طيب. فقط التعاطف جميعا. الالمان يخسروا ويواجهوا الاسبان. الماتادور كان كسب كوستاريكا 6، فانت بصدد او سبعة. انت ما بين فريق في عنفوانه ومسجل 7 وفريق خسران وما عندوش امل الا انه يكسب اسبانيا. الالمان والاسبان مواجهه الحد شايفها ازاي؟ المانيا المباراه بتاعت اسبانيا دي، المانيا دي الفرصه الاخيره ليها ان هي ترجع، ولو رجعت المانيا قدرت ان هي تكسب اسبانيا هترجع للبطوله بقوه جدا، ممكن تبقى واحده من المرشحين، لان اسبانيا قدمت اداء احسن فرقه لعبت كوره في الجوله الاولى اسبانيا بالاداء الممتع، وصلوا 1037 تمريره، بيلعبوا تيكي تاكا رهيبه مع لويس انريكي، بيقدموا رغم يعني ضعف المنافس كوستاريكا الا ان هم بيقدموا. يعني انا معايا مثلا حصاد للجوله الاولى، اسبانيا اكتر فرقه سجلت اهداف، سجلت 7 اهداف، يليها انجلترا 6 اهداف، ده اقوى فرقه هجوميا حتى الان. طبعا في فرق حافظت على نظافه شباكها زي البرازيل واسبانيا وبلجيكا، فرق كتير، لكن الاكثر صناعه للفرص فرنسا، صنعت 8 فرص، يليها البرتغال، يليها اسبانيا. بص على ارقام اسبانيا هتلاقي اسبانيا دايما في الاول، حتى برضو اكتر فرقه استحوذت 82% اسبانيا على الماتش، يعني كانت بتلعب عامله 1037 تمريره منهم 978 تمريره صح. يليها انجلترا، انجلترا عملت 716 تمريره، يليها تمريره صحيحه يعني، يليها المانيا 686 تمريره. نيجي برضو للتمريرات الطوليه، اكتر فرقه عملت تمريرات طوليه من ورا انجلترا 43 تمريرة طولية. أكتر فريق راح على الجون في الجولة الأولى محاولات على المرمى ألمانيا
ألمانيا رغم الخسارة من اليابان، لأن الحارس بتاعهم حارس اليابان عمل واحدة من أحسن ماتشاته. طيب مفيش مونديال بدون البرازيل، البرازيل لما تبدأ النهاردة وتكسب، تكسب صربيا والكاميرون تخسر من سويسرا، البرازيل بتكسب 2-0، وغانا تخسر من البرتغال، فوز منطقي جدا، وغانا تخسر من البرتغال، وغانا تخسر من البرتغال، وكريستيانو رونالدو يسجل رقم قياسي عالمي، يسجل في 5 دورات كاس عالم متصلة. آخر حاجة رونالدو على فين بعد كده؟ بعد كاس العالم لسه غالبا الدوري الانجليزي، غالبا الدوري الانجليزي غالبا مش هيخرج، صعب يروح السعوديه، صعب يروح الخليج. يعني هو الكلام على الدوري الانجليزي حتى الان، هو عايز يفضل في البريمير، عايز يفضل في البريمير ليج. طيب استاذ محمود، البرتغال تكمل بقوه ثانيه واحده، وفي برضه بايرن ميونخ، بايرن ميونخ بيتفاوضوا، لسه في كلام ان بايرن ميونخ ممكن يتفاوضوا مع رونالدو. رونالدو في خبر طلع من شويه النهارده، النصر السعودي داخل في النصر السعودي في الموضوع. اتقال ان النصر السعودي النصر السعودي قبل كده الهلال، لكن بامانه شديده لعيب يعني ظاهره بيحصل، لا في اللي بيحصل مع رونالدو بامانه هذه القيمه الكبيره جدا، اللعيب اللي شغل العالم يصل به الحال استاذ محمود يبحث عن النادي يلعب. صح، كنا سعداء بك. شفت دورة الحياة عاملة ازاي؟ كنا سعداء بك. احنا سعداء. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، مدير تحرير الاهرام والمشرف على القسم الرياضي والمحلل الرياضي المتميز اللي استحق جائزة افضل محلل رياضي في مصر الدكتور احمد ثابت. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لحضرتك، وسعيد بالتواجد مع حضرتك ومع استاذ محمود، طبعا شرف ليا. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.